بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، وحلقة بإذن الله ستكون ممتعة لاستكمال مشوار العظمة مع الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هي حلقة بالفعل إن شاء الله تسري المزيد من معلومات حضراتكم عن النادي الأهلي، عن طبيعة مواقف النادي الأهلي، عن موقف النادي الأهلي الحالي، عن مشوار النادي الأهلي ومن قبل ومن بعد، تطمئنكم على سلامة رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي جريت له وبحمد الله صباح اليوم عملية جراحية مهمة جدا في العمود الفقري في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا. كابتن الخطيب من ساعتين تحديدا يا باشمهندس انتقل إلى الغرفة العادية بتاعته في المستشفى بعد الإفاقة، وبيلقى الرعاية طبعا والاهتمام الكبير جدا سواء من السفارة المصرية أو حتى من الأصدقاء المرافقين ليه اللي موجودين معاه في ألمانيا. ممكن الكابتن الخطيب ينتظر تقرير الطبيب على أساس يشوف هل يستمر في ألمانيا أسبوع كمان تحت العلاج والتأهيل، ولا أكتر من كده، ولا يرجع للمركز التأهيل الطبي العلاجي في أبو ظبي، ولا يرجع للقاهرة. كل ده لن يتحدد قبل 3 أو 4 أيام بمعرفة الطبيب الألماني ماير المعالج ليه. بإذن الله يستكمل رحلة الشفاء بكل نجاح بإذن الله ويرجع سريعا. الأهلي ينتظره عمل يستحق تواجد الكابتن محمود الخطيب، كل الأمنيات، وبإذن الله أنا متفائل بهذه الرحلة أنها تحطه على التراك يقدر يشتغل بقى بالشكل الذي يرضيه، يقدر يرجع يلعب تاني. طبعا بإذن الله. لكن دعني في الأول أتحدث عن، وقد تحدثنا معا قليلا اليوم في هذا الأمر، عن الفلسفة التي ينبغي أن تحكم الأداء بتاعنا الفترة القادمة ابتداء من هذه الحلقة، لأن الحقيقة يأتي إلينا المتبرعون الحقوا 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 فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال. قد يكون هذا بدافع الحب الشديد، ولكن أيضا سوف يكون هذا على حساب رسالة البرنامج نفسها. رسالة البرنامج ليس فقط الرد، إلا على ما يستحق الرد، إلا على ما يستحق الرد. اثنين، هناك معلومات عايزين نضخها عن عظمة الأهلي، هناك قضايا عايزين نسيرها من وجهة نظر النادي الأهلي، هناك أمور إن ما تناقشتش في ملك وكتابة هتتناقش فين. فاتفقت معك وأنت صديقي ومعلمي الإعلامي أستاذ يا باشمهندس إن إحنا نعمل جيش جنود أبناء الأهلي اللي هم اكتشفنا جزء منهم من السوشيال ميديا وجزء بالعلاقات الشخصية أنا وحضرتك، وما خيبوش ظننا وأن هم بيتلقفوا القضايا وبمجرد ما بنلمح لهم بيبحثوا في كذا أو هم يتطوعوا بنوصل لمنتج جيد عالي. فده بإذن الله يعني مع مزيد من الجنود ما أقول لهم جنود الأهلي لهم منبر في هذا البرنامج. أما نحن فسنلتفت فقط إلى ترسيخ إن محدش يجرنا لمعركة إلا في التوقيت اللي احنا عايزينه وبالأسلوب اللي احنا عايزينه والزمان والمكان والسلاح اللي احنا عايزينه. سلاحنا الرقي، سلاحنا الموضوعية، سلاحنا الاختلاف مع المكتوب وليس الكاتب، وإن كان الكاتب أحيانا بيزودها بيخلي كل المكتوب بيشاور عليه، كل ما ينطق وكل ما يكتب ما بيقولش غير هو كلام اللي هو لجج واللي نقوله ونعيده واللي نرد عليه يرجع يقوله. وبعضهم الحقيقة يجد أن في هذا لفت نظر للخروج إلى الأضواء مرة أخرى أو مرة جديدة، ربما بعضهم خارج الأضواء من الأصل فيبتدي يتمادى ويدعي ويصرخ، ودول هيبقى لنا معاهم وقفة. أرجوكوا رد علينا، أرجوكوا رد علينا. فأحيانا من الناس تبعت لك الشتيمة، فأنا رأيي إن احنا نرد على صراخه بمنتهى الموضوعية، والله هنصدقكم هنصدقكم وناخد من كلامكم ونقدم بلاغ للنائب العام، احنا عايزين الحقيقة زينا زيهم، بس بشرط ايه بقى؟ الكذاب يروح فين غير النار؟
روح مارينو. لا ما ينفعش انك تتقول على الاهلي وتتقول على تاريخه وتقول لدي المستندات صحيح. وتقول لدي الاثباتات وانا سبق وقلت وكانك تعيش المظلومية اللي بقت بكائيات دمها تقيل حتى مؤيديك مش فرحانين بيها عايزين يخرجوا منها بقى لان طول ما انت بتبكي ما بتشتغلش انت عملت ايه توضح ان اللي قدامك مفتري لكن لا توضح كفاءتك يا اخي اللي قدامك مفتري بس انا راجل كفاءتي اكبر واكثر افتراء ما بيفكرش حد كده فاحنا يا استاذ ابراهيم هذه الحلقه فلتكن انطلاقه لترسيخ هذا المعنى والكلام اللي اتقال وتردد على بعض الالسنه انا ارجوه متوجه للنائب العام وسنتضامن معهم ونكتب شكوى فيما يقولونه ضد النادي الاهلي احنا معاكم بقى احنا المحامين بتوعكم بس ايه محامي بيقول لك غلطه مفيش شاطر حتى الغلطه بفوره بقى يا حبيبي هقف معاك ولو ليك حق هجيبه لك حتى لو ضد النادي الاهلي بس لو مالكش حق فكر قبل ما تنطق طيب عشان كده الحلقه النهارده بقول لكم مهمه جدا وبكل ما فيها يكون الابرز انه مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده لكن في حاجات كتيرة قوي ليها أسماء تانية هتعرفوها الكابتن خطيب طبعا زي ما قلت لكم أعضاء مجلس الإدارة وكثير من المحبين ليه منذ الصباح متابعين حالته الصحية والاطمئنان عليه الأهلي كمان بيستعد بجدية لمباراة الغد أمام وادي دجلة الكابتن حسام البدري اختار قائمة الفريق لدخول معسكر بعد هذا المران هذه المباراة اختار حسام البدري 19 لاعب شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصبري رحيل وعمرو السوليه وهشام محمد واحمد حمدي وميدو جابر واجاييه وازارو وباسم علي وحسام غالي ومحمود الجزار واسلام محارب ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد شريف عندك ملاحظة على القائمة وانا طبعا رجوع الكابتن شريف اكرامي اولا بمناسبه حراسه المرمى لازم نتوجه بكل الدعاء والامنيات الطيبه لاحمد الشناوي اللي المنا صحيح سواء شده الاصابه او توقيتها بالنسبه له ومفيش يعني الحقيقه اقصى من هذا توقيت ورجل يدع قدما في كاس العالم لكن بنقول له هكذا يبتلى المؤمنون ولا المؤمنين المؤمنون هكذا يبتلى المؤمنون بحاول اكون صح واحنا بنتمنى له الشفاء العاجل بالنسبه للكابتن شريف اكرامي هي عوده باذن الله بعد اصابه فايضا نتمنى له اكتمال الشفاء واكتمال اللياقه قد يلحق باذن الله كما نتمنى هذا السباق المحموم لروسيا ان شاء الله وعلي لطفي ومحمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وصبري وعمرو السوليه وهشام واحمد يا عندك عوده ازارو بعد شفائه عوده باسم علي بعد شفائه ومحمود الجزار لاول مره المدافع الصاعد اللي الاهلي ده اللي كنت استخدمه. لسه بقرا عشان بدور عليه فينه محمود الجزار وشريف ومحمد شريف نتمنى ان كلهم حظوظ جزء من المباراه الناس تتعرف عليهم نرى انهم عناصر واعده وباذن الله يكونوا جزء من الحل. طبعا بالمناسبه ندفد كريم ندفد او كريم وليد استكمل او جدد عقده الى 5 سنوات، عقده يمتد لمده 5 سنوات. وخلاص يعني فاضل 1 أو 2 وتكتمل قائمه التجديد لكل لاعب النادي الاهلي باذن الله بنجاح هذا الموسم. طيب دي قائمه الاهلي لهذه المباراه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيعلن عن حضوره قرعه دوري ابطال العرب وقال انه الاتحاد العربي بعت للنادي الاهلي بيطلب تحديد موعد او تحديد مندوب الاهلي في حفل القرعه اللي ما تحددش مكانها وميعادها بعد فحدد النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكره لحضور هذا الاجتماع.
دي جانب من قرعة السنة الماضية للبطولة العربية. لجنة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت عن موعد القمة المصرية وختام الدوري الممتاز إن شاء الله، هتكون مباراة الأهلي والزمالك اللي هي في الأسبوع الختامي الأسبوع 34، هتبقى الساعة 8 مساء يوم الخميس 26 إبريل في استاد القاهرة. وأعلن الاتحاد أو اللجنة إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم 25 و26 و27 على أن تقام مباراة الداخلية والمصري اللي هي مؤجلة من الجولة 30 هتتلعب يوم 29 إبريل. كلام كتير بقى هتاخد من الفترة الحالية في كل الجرايد عن مفاوضات وصفقات وعروض. الوطن بتقول الأهلي بيفاوض عمرو وردة للعودة للنادي، وبتقول أيضا أنه في عروض إسبانية بتهدد عودة ناصر ماهر. ناصر ماهر صانع الألعاب المعار من الأهلي إلى السموحة. ما فيش حاجة اسمها تهدد عودته. ما في كل الأحوال هو لاعب النادي الأهلي. يعني تهدد عودته. وعمرو وردة؟ لا، عمرو وردة ممكن تفكر فيه، ما هو الراجل مش تبعك. وإذا فكرت فيه كصانع ألعاب وكفرو تحت رأس الحربة في منطق هنا، هو بيتألق وموجود مع منتخب مصر. لكن هل عمرو وردة هيرجع مصر وما زالت رحلة الاحتراف بتاعته ناجحة؟ ده اللي هنشوفه. الجمهورية بتقول برعاية سعودية بن شرقي يقترب من الأهلي. إيه مدى صحة ده يا باشمهندس؟ لا، ما فيش تعليق على كل الترشيحات واللي بتقول مين ماشي ومين جاي. لكن الأهرام المسائي، الأهلي بيصدم الشيخ على أحمد الشيخ، وبتقول البدري بيوصي مبدئيا بعدم عودته واللاعب بين الفيوم وفرنسا. يعني هتلاحظوا حاجات غريبة زي ما قلت لكم. مع إن لسه الشيخ يرفض العودة العدد اللي فات. دلوقتي هو مصدوم. لجنة الكرة في الأهلي تبدأ مفاوضات تمديد عقد. طب مين اللي كاتب الخبر الفشيخ ده في الـ في الـ في الأهرام المسائي؟ هو هيكون هو. لا، ما عليهوش أسماء. ما عليهوش، يبقى هو. لجنة الكرة في الأهلي بتبدأ مفاوضات تمديد عقد مؤمن زكريا. إيه حكاية مؤمن بقى؟ مؤمن فاضل له سنة. طب منطقي إنك أنت تتكلم معاه في مد عقده إذا أراد، يعني إذا كان عايز يرجع أو مش عايز يرجع، يعني مسألة منطقية برضه. والمصري اليوم بتقول الأهلي يخمد فتنة. بقول لك إيه؟ سليمان وعاشور. بقول لك إيه؟ أنا عايز رأيي. كل أخبار الترشيحات سمصر مش تجاهلها. لما احنا هنتجاهل الناس هتتجاهل. بس طيب، المهم انه رساله محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي عن الشباب، الحقيقه من الشباب النابهين النابغين اللي بيمثلوا مستقبل جيد للاداره الاهلاويه. حصل سراج على جائزه التميز لافضل بحث علمي في مؤتمر عقد في المانيا في ميونخ عن المشروعات الهندسيه، فهو كان داخل بمشروع وهو راح ممثلا على الجامعه الامريكيه بهذا البحث، واستطاع ان يحصل على المركز الاول. طيب نشوف بقى هذا التقرير. المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي يتحدث عن هذه الجائزه المهمه اللي بتمثل مؤشر جيد لمستقبل الاداره في النادي الاهلي. الرساله دي يمكن انا خدت فيها وقت طويل، يعني استغرقت مني سنين في البحث وسنين في التجهيز والحمد لله يمكن في النهايه خرجت بشكل قوي وبشكل كويس. الجامعه الامريكيه عندي انا كنت مقدم فيها رساله الماجستير، رشحتها المؤتمر اكاديمي في المانيا. طبعا هي البحث عباره عن هو انشاء الاستادات. الحمد لله الرساله كان خدت افضل بحث تقدم في المؤتمر، عملنا برزنتيشن يعني كل واحد عمل على البحث بتاعه، وكان مؤتمر اكاديمي علمي مفتوح في الرسالات عن الهندسه بشكل عام. الحمد لله خدت افضل عرض وافضل بحث. هي كانت باختصار بتتكلم على انا عملت زي حسابات للتكلفه الانشائيه لاكثر من الاستادات في اكثر من 56 دوله. وفي نفس الوقت كنت بعمل برضو حساب للارباح الناتجه عن التذاكر او السبونسرز او النيمنج رايتس. فكنت بعمل معادله
معادلات طبعا هندسية كتير ما بين القيمة أو التكلفة بتاعت الاستاد وما بين الأرباح المتوقعة من الاستاد في أكتر من 56 دولة منهم مصر طبعا يعني. فهو عبارة باختصار يعني هو موديل، الموديل ده أنت بتدخل له بعض المعطيات أو المدخلات زي البلد، ساعة الاستاد، الكواليتي بتاع الاستاد A ولا B ولا C، النادي المستضيف اللي هو بتلعب ماتشاته على الاستاد، جماهيريته، نادي كبير، نادي مثلا زي الاهلي والزمالك، نادي وسط في الجماهيريه، نادي قليل في الجماهيريه، فده اللي بيتحكم فيه برضه عشان التذاكر، حجم الجمهور وحجم شعبيه النادي. بالظبط، حجم الجمهور وحجم الشعبيه، ودي حاجه، والحجم بقى الكواليتي نفسه بتاع الاستاد ده وتجهيزاته عامله ازاي، دي برضه حاجه ثانيه، فبيتحط فيه كل التفاصيل دي. بيتحط فيه كمان لو في منطقه تجاريه حواليك تخدم الاستاد ولا لا، لو في روف في الاستاد، كل تفصيله موجوده بتدخلها في الموديل ده بشكل مبسط جدا. طبعا ده خد وقت طويل ومعادلات معقدة شوية، بس في النهاية اللي بيجي يستخدم الموديل ده سواء مثلا كمستثمر أو كنادي أو كحكومة أو كأي جهة يعني، بتدخل هي البيانات والمعطيات دي، بتبقى حاجات جنرال جدا، بيطلع لها الساعة، سوري، التكلفة بتاعت الاستاد، الأرباح المتوقعة قد إيه، العائد، أنت تغطي العائد بتاع تكاليفك في كام سنة، والحجم الأرض اللي أنت محتاجها عشان تبني الاستاد ده هندسيا قد إيه. فدي اختصار كان الموديل، والحمد لله يعني كان في بحث كبير وطويل، وخد الحمد لله افضل بحث في النهايه الحمد لله، واتمنى ان شاء الله ان هو يكون في استفاده سواء للنادي الاهلي او للرياضه المصريه بشكل عام. انا كنت مركز فيه على شقين الحقيقه، هو الشق الامني وده اللي احنا عندنا مشكله فيه. طبعا مع عوده الجماهير اكيد هو ملف يعني مستحوذ على كل المهتمين والمتابعين للرياضه المصريه. بالظبط كده يعني، فالشق الامني ده كان مهم جدا، لانه انت بتتكلم على جماهير بقى لها فتره سنوات مش موجوده، وده يمكن كان سبب الدافع عندي ان انا اعمل البحث، انه عايز ابحث في المشكله وبلا طار عن الموضوع والكتب عن الاستادات، طب المشكله جايه منين؟ فبدات اطبق هندسيا التصميم الامني المفروض اللي يراعى من بدايه التصميم او قبل ما ابدا في بناء الاستاد، يبقى ازاي تبقى لمعايير الفيفا. زي ما نروح استادات بره بنشوف استاد 80000 في 40 بوابه و45 بوابه، تنظيم اكتر. هنا لا، بنلاقي عدد بوابات اقل، مثلا 5-6 بوابات وما بنشغلهمش كلهم، وهناك لا، كل البوابات بتبقى شغاله. فعمليه اداره المنشا كمان زي تصميم الامني بيبقى برضه بالشكل اللائق بره، احنا هنا بنفتقدها، عندنا مشكله في التصميم، عندنا لو التصميم معمول كويس بقى عندنا مشكله في الاداره يوم المباراه، ما بنفتحش كل الابواب مثلا. فده كان شق امني اشتغلت عليه بشكل كبير في الرساله، والشق بقى الاستثماريه، لان انت في النهايه عشان تعمل استاد امنيا مظبوط وفق المعايير فيفا ده هيتكلف كتير، وهتعمله بالمواصفات الصح، فعشان يتكلف كتير لازم تفكر بالتالي تعظيم موارد النادي انها يبقى فيه مقابل او ربح منه. فكانت بحث كان متكامل الحقيقه، واتمنى ان شاء الله يكون فيه استفاده منه قريبا يعني. ربنا الحمد لله، طبعا ربنا كريم، الواحد فعلا يعني تعب فتره، والحمد لله بمسانده ناس كتير جدا يعني. انا طوال السنوات اللي فاتت كان في دعم ومسانده قويه سواء من الاهل ومن الاصدقاء ومن اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ناس كتير كانت بتشجعني طول الوقت، ناس تعرفني وناس كانتش تعرفني بس كانت شايفاني بجتهد في الموضوع فكانت بتشجعني. يعني كلهم انا مدين ليهم بالفضل وشاكر ليهم جدا. يعني لو انا هختار حد ان انا اهدي له الجائزه، فانا اختار كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود والمجلس الاداره النادي الاهلي، زملائي الاعزاء، اللي هو بركات يضرب يبقى ده كان شق امني اشتغلت عليه بشكل كبير في الرساله، والشق بقى الاستثماريه، لان انت في النهايه عشان تعمل استاد امنيا مظبوط وفق المعايير فيفا ده هيتكلف كتير، وهتعمله بالمواصفات الصح، فعشان يتكلف كتير لازم تفكر بالتالي تعظيم موارد النادي انها يبقى فيه مقابل او ربح منه. فكانت بحث كان متكامل الحقيقه، واتمنى ان شاء الله يكون فيه استفاده منه قريبا يعني. ربنا الحمد لله، طبعا ربنا كريم، الواحد فعلا يعني تعب فتره، والحمد لله بمسانده ناس كتير جدا يعني. انا طوال السنوات اللي فاتت كان في دعم ومسانده قويه سواء من الاهل ومن الاصدقاء ومن اعضاء وجماهير النادي الاهلي، ناس كتير كانت بتشجعني طول الوقت، ناس تعرفني وناس كانتش تعرفني بس كانت شايفاني بجتهد في الموضوع فكانت بتشجعني. يعني كلهم انا مدين ليهم بالفضل وشاكر ليهم جدا. يعني لو انا هختار حد ان انا اهدي له الجائزه، فانا اختار كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود والمجلس الاداره النادي الاهلي، زملائي الاعزاء في مجلس الاداره، مسانده داعمه اكيد وقويه. طبعا
طبعا يعني كابتن محمود طبعا من البدايه اختياره ليا في القائمه في مجلس النادي الاهلي ده كان شرف كبير ليا، وكان اكيد يعني سبب لي او نتج عنه عندي حماس ودوافع كبيره ان انا استمر على النجاح، فده كان لي الحمد لله فضل كبير. وطبعا يعني بهديله الجائزة وبتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يكون معانا وسطنا قريبا جدا باذن الله يا رب. زملائي طبعا الاعزاء في المجلس كلهم يعني قامات كبيره، وانا بعتز بوجودي معهم جدا، والحمد لله بتربطنا دايما الموده والمحبه، وبتربطنا كمان طبعا احنا شغلنا الحمد لله واخلصنا للنادي الاهلي تشجيعهم ومساندتهم، والحمد لله تهنيهم كمان ليا بعد الجائزه اكيد حاجات بعتز بيها. ويمكن كمان في برضو عشان ادي كل حد حقه، في شخص ده فعلا وقف معايا كتير جدا كنت حابين نعرفه طبعا. طبعا وده يمكن كان ليه فضل كبير من البدايه في عرض الموضوع وفي ان هو يحط التركيز الاعلامي على الموضوع، رساله من حوالي سنتين في وقت يمكن ما كانش في حد عارف عن الموضوع او ما كانش في حد متابع الموضوع، بس هو سلط عليه الضوء بشكل قوي، وده كان كابتن احمد شوبير. يمكن استضافني في مرتين عنده في البرنامج في وقت قبل وجودي حتى في النادي الاهلي او في مجلس الاداره يعني. والحلقات دي يمكن عملت بصمه قويه جدا، وحتى الان يمكن انه حتى اليوم اللي احنا فيه مسمعه مع الناس وعامله بصمه قويه مع الناس. هو بالتاكيد شيء يدعو الى البهجه، يبقى عندك شباب يطمنك على بكره في النادي الاهلي. وانا لما كلمت حضراتكم قلت لكم جنود النادي الاهلي ده جزء من ضباط بقى النادي الاهلي، لانه لهم صفات رسميه داخل النادي، جيل جديد طالع هو زملائه تحت السن معاهم ضماطي وكل المخضرمين قبلهم المجلس، كل واحد فيهم يستطيع ان يدير مؤسسه يا جماعه تطمننا على النادي الاهلي. الفخر كل الفخر بان عندك شباب بمثل هذه الثقافه وهذه الثقه، وايضا هذا الاعتراف بجميل كل من حوله، الاشاده بدور زملاء ومجلس الاداره والجماهير وكل من قدم له المسانده، هذه شيمه ابناء الاهلي. نتمنى له التوفيق، اتمنى ان يستفاد، ما تبقاش مجرد ابحاث اكاديميه او لا، تبقى لها خاصيه التطبيق، ويعني الناس دي يستفاد منها في هذا المجال. الحقيقة جزء من فلسفة عمل مجلس الإدارة الحالي مش بس تنمية موارد الأهلي، لا كمان تعظيم قيمته، وده كلام مهم في وجود المهندس عادل القيعي كخبير تسويق. أصلا النادي الأهلي كل حاجة مرتبطة به، هذا المجلس واخد على عاتقه مسؤولية تعظيم هذه القيمة التسويقية ليه. من يومين وقع الأهلي عقد مع أكاديمية أو الشركة اللي بتدير أكاديمية الأهلي في الكويت. أكاديمية الأهلي في الكويت كان العقد السابق ليها اللي كان المهندس محمود طاهر عامله ب 3 مليون جنيه. المجلس الحالي عمل عقد جديد ب 9 مليون جنيه. إذن كل القيم اللي موجودة، المهندس محمود ومجلسه بدأوا عملوا هذا الفرع في الكويت، سعره وقتها كان كويس إنه جاب 3 مليون، النهاردة المجلس الجديد زي ما قلت لكم واخد على عاتقه مهمة تعظيم القيمة وتعلية سعر الأهلي إلى المستوى اللي يستحقه. هتلاحظوا حتى المباريات الخارجية اللي الأهلي بيلعبها في الخليج ليها أسعار عالية جدا، أقلها 200,000 دولار، وده يتناسب مع قيمة الأهلي التسويقية. فده مؤكد أنه في إطار فكرة عامة في تعظيم القيمة يا باشمهندس. ده اللي بنقوله، أن تبدأ هو العمل العظيم، التطوير هو العمل الأعظم. بالظبط. فدائما كل مجلس إدارة بيبدأ لابد أن يحيي على شجاعته وإقدامه وإنه اقتحم، ولا يحاسب أبدا أنك أنت ياه بس كده، لا ده كويس قوي أنك حطيت هذا الحق وأكدت عليه وحافظت عليه. مجلس إدارة، وأنا قلت لك قبل كده أن هي دي القيمة المضاعفة كل سنة. كل سنة بتزيد 100%. بالظبط. ما تزيد النهارده ل 900 ده منطقي. 9 مليون. 9 مليون من 3 ل 9 مليون ده منطقي. وفي عرض سعودي لفرع للأكاديمية في السعودية، وفي اتجاه لدبي. ودبي. جالي ناس وبعتهم. وسلطنة عمان. ده كلام كان من أول يوم هو اللي ينبغي نتحرك. لكن الأحداث خدتنا وجات الثورة، يعني ما بدأناش في هذا الأمر، لكن كويس إنه ابتدى.
لان هو كان الاهلي ستور كان جزء منه كده. ده لازم الاهلي ستور يبقى ماشي بالتوازي وملتصق بهذا الكلام مع الاكاديميات طبعا. فارجو ان ده مجال هتشوف الخير اللي هيجي منه باذن الله لو ربطنا كل الامور ببعضها. يعني ان شاء الله الاتحاد الافريقي حدد موعد مباراه الاهلي والترجي. انتوا عارفين ان القرعه بتاعه بس احنا دوري المجموعات كنا الا اذا كان هنعالجها لوحدها. فكره ان تعظيم الموارد كان فيه مزايده. لا انا هقول لك ما تخافش. اتفضل. لازم كل الناس تعرف عشان نتحرك صح. استاذ ابراهيم لم ياتي احد في هذه المزايده. اتخضيت انا وحضرتك. لكن لما عرفت السبب لقيت ده فيه منطق ولقيت ان ده لصالح النادي الاهلي قبل ان يكون لصالح اي حد تاني. هناك خلاف في بعض البنود المحطوطه قد تحدث ازدواجيه في الحقوق وتداخل في الحقوق محتاجه لفض الاشتباك في كراسي الشروط اللي هي عاده ما حدش بيناقشها لكن على ارض الواقع بتنفجر. انك بتدي الحقوق مثلا لكل المؤتمرات. فالاهلي عشان يحتاط راح حاطط ايه ده؟ قال المؤتمرات عدا تلك التي لا يسمح بها من قبل الاتحادات المسؤول عنها زي كاس مصر وزي مسابقات الاتحاد الافريقي اللي هي دايما كانت بتحط لنا الصدام اللي بيؤدي الى مشاكل وغرامات وكده. فطلبوا انا بديك مثل يعني اربع خمس بنود من هذه النوعيه الهدف منها الوصول الى عقد ما يبقاش فيه مشاكل. كلام هيوصلنا الى نتائج اقوى وسيعاد الطرح بعد جلسات ومحاورات. وايضا ينبغي ان يشترك فيها تلك الاتحادات اللي هي هتخش معانا في كونفليكت او في تعقيدات زي الاتحاد المصري كرة القدم. ده الاهم الافريقي ده ده خلاص قانون قراراته ملزمه. لكن تعالى يا اتحاد يا مصري قول لي انت في الدوري مؤتمراتك وانا في الكاس ليا مؤتمراتي او وات ايفر نتفق على ايه يرضي جميع الاطراف الا اذا اتوحدت الرعاه وده امر صعب جدا. فقد يكون هذا يعني التطوير لصالح المستقبل لان في كل التعاقدات القديمه كانت هذه القنبله تنفجر باستمرار. طيب بعيدا عن اي حاجه حدثت اللي نقدر نقوله لكم فقط اطمنوا جدا جدا على حقوق الاهلي وعوائد الاهلي وتعظيم قيمه حقوق الاهلي. دي نقطه مبدئيا على الجميع ان يراعيها وعلى الاهلاويه بالذات ان يطمئنوا ليها. الاتحاد الافريقي حدد يوم 4 مايو موعدا لمباراه الاهلي والترجي. الاهلي بدايه دوري المجموعات بين الفريقين العربيين الكبيرين. انتوا عارفين ان هذه المجموعه ضمت بجانب الاهلي والترجي الفريقين كامبالا سيتي الاوغندي ورولرز بالاضافه الى او رولرز البوتسواني. والمباراه الاولى في هذه المجموعه في برج العرب. الاهلي حتى الان بيسعى انها تقام في استاد القاهره. لكن اللافت في هذه المساله تحديد اللي اتحددت لها يوم 4 مايو انه الاتحاد الافريقي بغرابه شديده جدا وغرابه مريبه قوي. الغرابه مرتبطه في الريبه هنا انه يتم تعيين طاقم حكام سنغالي لاداره مباراه الاهلي والترجي اللي جايه هو نفس الطاقم اللي حكم اخر مباراه للاهلي مع الترجي في القاهره في برج العرب ايضا. دي مساله شديده الغرابه. مش بس كده كانت كلها حافله بالسلبيات والملاحظات الفجت. يعني يا ريتها كانت مباراه عاديه فيجي امعانا بقى لا هنجيبه لكم تاني في نفس الملعب. طيب هذه المباراه كانت انتهت 2-2 والحكم السنغالي مالانج ديديهو اللي ادار هذه المباراه ارتكب اخطاء وصفها الكابتن جمال الشريف محلل قناه البي ان المسؤول عن او نقله للبطوله انه اخطاء كانت كتيره سواء في التسللات او في القرارات الاداريه في المباراه. وخبراء التحكيم وقتها
اجمعوا على انه هذا الحكم تحامل على الاهلي بشده. مش قادر اخد المسائل على محمل من البراءه انه يتم اختيار نفس الطاقم لاداره نفس المباراه اللي اتعملت في سبتمبر الماضي. عايز اقول لكم انه في مسؤولين اداريين في الاتحاد الافريقي نفسهم مندهشين، لانه كان في توصيات يا باشمهندس في الاتحاد الافريقي انه في اختيارات الحكام يجب ان يتم ايضاح بجانب كل طاقم ايه مواقفه او ايه علاقته بطرفي المباراه في الفتره الاخيره، ادار لمين فيهم، وهل مباريات ادارها اثرت لغط ولا لا، بحيث انه ما يتمش تثبيت حكام بعينهم لانديه بعينها في ظروف معينه. للاسف ده حدث الاهلي والترجي في برج العرب في سبتمبر الماضي 2-2، نفس الطاقم اللي كانت عليه ملاحظات تحكيميه قانونيه شديده جدا. فهنا المساله يا باشمهندس لا تحمل القدر الكافي من البراءه. شوف، ما كنت احب ان تنطلق هذه المخاوف مع اول مباراه في دوري المجموعات. كنت اتمنى ان احنا يعني نرى امور اكثر وضوحا وهدوءا، وتبقى ضربه البدايه مؤشر عن الحقيقه على ارض الواقع، بدل ما يدخلها الاطراف وهم مشدودين بالريبه. يعني حتى ممكن ما يحصلش حاجه في المباراه، وممكن يحصل حاجه في المباراه، لكن لو ما حصل حاجه في المباراه ما حدش هياخدها بمحمل طيب، هيقول لك ده تكرار اللي حصل السنه اللي فاتت. فالناس دايما، وهو انا مش فاهم الناس وهي بتتكلم الحكام بشر، الحكام بشر. طيب وبعدين يربطوا بين الحكام وبين القضاة، هم قضاة الملاعب، جميل جدا، لان القضاة بيدركوا انهم بشر وانهم قد يميل الهوى، حتى اذا لم يميل الهوى قد ينطوي على بعض المؤشرات اللي تبقى مش في صالحهم، فبيتنحى اي قاضي منعا للحرج او بيرد، ان ما تنحاش بيرد، وفي درجات للتقاضي. طيب ليه بتتعاملوا مع الحكم البشر ان عنده حصانه؟ ما هو بشر يبقى بيغلط، بشر يبقى بيتعمد الغلط، بشر يبقى بيتاثر عليه، مش كفء، بشر لانه بيتاثر عليه اذا كان بشر. اتعامل معاه على اساس انه بشر، واطلب له الحمايه داخل الملعب. هذا حقك، لكن انك انت تضعه دائما في دائره الشبهات وتطلب من الناس اسكت منك ليه، ما حدش يفتح بقه، مش ده العلاج، لانك انت بتضع كل المسابقه في مهب الريح من بدايتها. فانا ارجو ان اليوم ده عادي على خير باذن الله، ونرى تحكيما جيدا، وانا لو من الحكم اعتذر. مش الحكم بس اللي اعتذر، الحقيقه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي عليها ان هي تجاوب على هذه التساؤلات. لماذا هذه او هذا اللغط المبكر في اختيار الحكام؟ وايه الاصرار على اختيار طاقم بعينه بنفس افراده لنفس المباراه بين نفس الطرفين في نفس الملعب على التوالي، واللي كانت مباراتهم محل واللي كانت والقار، وكانت قرارات فيها محل جدل، مش مجاز حاجه. انت هنشوف الاخطاء اللي كان وقع فيها الحكم السنغالي، بس لامتى؟ عشان خلي بالك ان الاخطاء لامتى التحكيم الافريقي؟ الناس تنظر ان ضربه جزاء والغاء هدف، لكن لا، ده انت ممكن تمنع فريق من الاداء من الاصل. ما يقديش بالظبط وما يبلغش. طيب نفكر حضراتكم برأي الكابتن جمال الشريف وهو بيحلل أداء طاقم التحكيم السنغالي في مباراة الأهلي والترجي. كثير من الاحيان كان بعيد في بعض الحالات التي اتخذ فيها قرارات رغم انها كانت صحيحه. طبعا على مستوى دقه وثبات القرار التحكيمي كان ايجابيا، انما على مستوى القرار الاداري فيما يتعلق في الدقيقه العاشره الذي كان يمكن ان يجعل المباراه تنحو منحا اخر، طبعا اكتسبها ركله الجزاء وكان قراره صحيحا 100%، كان ذلك في الدقيقه العاشره. اين البطاقه الحمراء؟ لكن البطاقه الحمراء كانت يجب ان ترافق القرار الفني لسبب اساسي. طبعا القانون قد عدل، وان عندما يكون هناك فرصه محقق التسجيل والحكم يذهب باتجاه احتساب ركله الجزاء فيجب ان يعطي البطاقه صفراء، الا في حالات استثنائيه منها ان تكون المخالفه دفعا او مسكا
او جذبا او سحبا يعني شد. هنا عمليه هنا اللاعب اولا مسيطر على الكره سيطره كامله، مواجه المرمى، جميع اللاعبين المدافعين الاثنين الاخرين غير المرتكب مخالفه خلفه هو، بالتالي هو لديه فرصه واضحه جدا للتسجيل. وهنا لم يكن للاعب منتصر طالبي اي امكانيه للاعب الكره او المنافس عليها، هو يقوم بعمليه دفع من الخلف مستخدما ساعده على الظهر من الخلف، وبالتالي هو في هذه حاله مستثنات من تخفيض العقوبة من حالة الطرد إلى حالة الإنذار، وبالتالي كان يجب على الحكم أن يشير البطاقة الحمراء وليس البطاقة الصفراء. طبعا هذا كان يمكن أن تغير من مجرى اللقاء. طبعا المباراة كانت غاية في الصعوبة، هناك 6 حالات في الشوط الأول، حالات تسلل على الفريق الأهلي، 3 صحيحة و3 خاطئة. يعني ده نموذج بسيط كده، احنا مش هنضيع الحلقة يعني نقول لكم ايه اللي مخلينا قلقانين ومتحفظين، لان خبراء التحكيم حتى اللي هم المحايدين راوا ان يعني لم يفعل القانون وادير النادي الاهلي. 6 حالات، 6 حالات سليمه، 6 حالات اوفسايد، 3 منهم خطأ. سلام جدا، والاوفسايد بثلاث حالات يعني 3 فرص مؤكده وطرد لاعب، تغاضى عن طرد لاعب وثلاث فرص ممكن يجي منهم فرص يعني طب احنا ليه بنحط نفسنا في هذا؟ تعرف ان الخطا ده كان في الدقيقه 10، يعني تتكلم يعني في 80 دقيقة فريق على حال. الحكم لم يشأ ليه في كده، على أي حال هو بس كان تنبيه كده ومش هنقف عنده كتير، ونتمنى من الله أن يكون الانطلاقة موفقة. لكن إذا ما كانش يبقى اتحاد الكرة بقى، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد ما الكرة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي أخطر الأندية المشاركة في دور المجموعات. الأيام اللي مسموح بيهم أن هم يختاروها هي ايام اللعب في الجمعه والسبت والثلاث والاربع، وانه ما يبقاش فيه ماتشات ايام الحد والاثنين والخميس، وان المباريات تتلعب الساعه 3 او الساعه 6 او الساعه 9. دي الثلاث توقيتات المسموح بيها حسب ظروف وتوقيت كل دوله، ده لتثبيت الاجنده في مباريات المجموعات اللي جايه ان شاء الله. بعدين انا عايز اسالك سؤال، ممكن اتفضل، هو الاهلي ده النهارده ما كسبش حد ولا ايه؟ ده كسب كتير. امال يعني مش شايفك بت كسب كتير وكسب ناس كتيره زي النهارده، ولكن في 16 ابريل 37 37 الاهلي فاز على المختلط اللي هو الزمالك لاحقا 4-1، كان في دوري القاهره، سجل اهداف الاهلي الصواف جاب جونين، وسجل جون كلهم من حسين حمدي ومصطفى لطيف، وسجل للمختلط محمد حسن حلمي زموره في 13 ابريل، ولكن سنة 51 انت عارف سمى زموره ليه؟ انه فرود حارس المرمى. طيب ما هو ده فرود ده جول عشان كابتن محمد حسن حلمي احرز هدف في زموره، ايوه، فاصبح محمد حسن حلمي زموره، قاهر زموره. الاهلي فاز على الزمالك في 13 ابريل 51 3-0، كان في الدوري، سجلها سيد متولي وتوتو واحمد مكاوي. بس كمان حكايه نادي السته ده، يعني المره دي ما فيهاش سته، ده فيها 4 وفيها 3 تقريبا. بيحتفظ الاهلي بخاصيه انه دخل معظم الناس اللي لم يكن كلهم نادي السته، كان ابرزهم الاسماعيلي بقيمته وكورته الجميله. لكن في 15 ابريل 2005 ادخل الاهلي الاسماعيلي نادي السته وفاز عليه 6-0 في الدوري، سجل منها محمد بركات 3 ومحمد ابو تريكه وعماد متعب واسامه حسني لكل منهم هدف. نفكر حضراتكم بالاهلي والاسماعيلي 6-0 في موسم 2004-2005. في المقدمة يا محمد بركات، مش فرحان قوي يعني، بيقول ان انا جايب جول في التيم بتاعي، لكن ما شاء الله محمد بركات يا جماعة، محمد بركات جوهري وهداف، تمريرات ايه كده وحلاوة ايه،
اقول عليك ايه يا بركات؟ مستر في البول السنه دي والله والله مستر في البول يا ابني. شقت ايه وحلاوه ايه واداء ايه وفهم ايه؟ شوف انتقال وشوف كره حلعت، شوف الاعاده اتلعبت له حلوه قوي قوي وانفرد وبيرقص بعد فتحه من زاويه ونقدر نقول شبه مكتوبه بالشمع الاحمر، حط الاهلي في المقدمه في الدقيقه 17. محمد بركات، لكن شفنا احنا محمد بركات يعني جايب الجول اهي من زاويه ثانيه، بعتها لنا احمد دون زميلنا المخرج حطها حلوه قوي. 1-0 للاهلي مع المجهود وانفراد، وهي هي ثاني، هي ثاني يا ها. مش ممكن مش ممكن لسه بقول لحضراتكم، معقول يا بركات؟ معقول يا بركات جولين في ماتش واحد انفراد كامل؟ لسه بقول لحضراتكم انهم بيلعبوا تسلل، مفيش عمق دفاعي، والتمريره لو قدر القادمون من الخلف اللي هو بركات يضرب يبقى هينفرد وهيجيب اجوان، ما قدرش يبقى هيبقى الاسماعيلي مسيطر. فترات كتير الاسماعيلي مسيطر، والغلطه بفوره زي ما بنقول 36 دقيقه يا احبائي الكرام، الجول الثاني بعد 36 دقيقه اكبر عقاب. محمد بركات، محمد بركات، يا سلام يا سلام، جول جميل جميل جدا، هو جول سهل لكن هو جول مغلف باللون الاحمر طبعا، وجول جميل بيحتفظ محمد بركات بكل اسراره، هو عارف جري امتى، هو عارف هيحط ايه. ما شاء الله عليك يا بركات، ما شاء الله يا محمد بركات. يتألق ويتجمل محمد بركات في اسهل لقاء، ويا سبحان الله، ومع مين؟ مع النادي الاسماعيلي. بركات 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 برضه ما عرفش يراقبه ازاي، لان هو زي باقي الحقيقه بالظبط. كسرت جول، مش ممكن يا بركات. لا 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 يا بركات، بقول اعمل ايه؟ جول اعمل ايه؟ الجول الثالث معقوله يا بركات؟ معقوله؟ اهداف التوفيق والحظ بقى والحاجات دي كلها، مغلف ومدعم بالحظ، سبحان الله سبحان الله. محمد بركات هاتريك النهارده ما حصلتش في تاريخ محمد بركات. لا 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 يا بركات، ده انت حكايه وحدوته النهارده، ده انت مدعم باكسير باكسير التوفيق والحظ وكل حاجه. ما شاء الله لعيب كبير ما فيش كلام بركات، لكن الحظ والتوفيق يتجمل يعني وليه بركات. وتريكا سلسله من المداولات لحسن مصطفى، حسن مصطفى يرجعها لمده جايه جول. ده ايه الحكايه يا عماد يا متعب، يا عماد يا متعب. كان على فكره عماد متعب اداله ايه؟ اداله شيك على بياض، اداله شيك على بياض، قال له اتصرف، وقع عليه عماد متعب بالجول التاني. يا سلام، شوف هنا بيهاجموا قد ايه، وهنا الهجمه بجول. مش معقول مش معقول مش معقول. جول اداله شيك على بياض يا جماعه، الموال حلو من اوله، شوف الموال واتلع حلو من اوله، اتلعب من ابو تريكه لحسن، وحسن شيك على بياض، هات هات حط الراجل. يا سلام يا عماد بلغه الهداف، ولغه الهداف وقع على وثيقه احراز الاهداف هذا الموسم، يجيب الجول رقم 15 دي الاسماعيلي، وفي نادي الجيش ما جابش الاسماعيلي ولا في نادي الجيش، النهارده جه في الاسماعيلي، جاب في كل الانديه ما عدا ثلاث انديه، الجيش والاسماعيلي، ومش فاكر انا الجول الثالث، الفرقه الثالثه الجيش والاسماعيلي. المره نجحت في ان جابت له تيم جديد تقريبا، والهجمه الثانيه من ناحيه اليمين، وبا ابو تريكه يجيب الخماسيه، خماسيه لابو تريكه. لسه بقول لحضراتكم ابو تريكه جاب 8 تجوال، والنهارده 2 بقى 10 تجوال، وابو تريكه عود كبريت بيشتعل في الوقت المناسب. تاريخيه للنادي الاهلي، شوف وقفها بلال، يا سلام يا بلال، وبحس اللعيب المهاجم الفاز، وابو تريكه بيظبط الناشنكاه وصاروخ، ويعمل ايه الراجل محمد فتحي؟ والله مظلوم محمد فتحي، والله مظلوم، ما فيش. وبعيد بيحل عليه، بيحل عليه معتصم، لازم يروح يقفل له من قدام، لكن ده وقف له بالعرض، اداله زاويه الشوط، هيشوف تاني لما ابو تريكه، شوف معتصم بيقابله ازاي، بيقابله بالعرض، ما بيروحش يقابله من قدام شويه عشان الكره تيجي فيه، مش اوفسايد. اسامه يقدر، طيب ده زي النهارده، وزي ما المهندس عدلي اشار لكم انه اي يوم في اي وقت زيه هتلاقوا لحظه لفرحه النادي الاهلي. بكره ان شاء الله الاهلي وادي دجله،
الأهلي بيبحث عن أرقام قياسية خاصة جدا في هذه المباراة. إيه اللي هيحصل بكرة بعد الفاصل؟ أهلا بحضراتكم من جديد. بكرة الأهلي ووادي دجلة، المباراة إن شاء الله هتكون في استاد القاهرة، دي في الأسبوع 32. الأهلي بطل الدوري عنده 79 نقطة، وادي دجلة بيصارع للبقاء، بيحتل حاليا المركز ال 15 عنده 30 نقطة، وهو ترتيب لا يليق بإمكانيات هذا الفريق. عنده صراع مع طنطا 26 نقطة، المهدد فعلا بالهبوط ولا يفصلهم إلا 4 نقاط فقط، بينما تأكد هبوط النصر وفرص الرجاء أقل لأنه عنده 25 نقطة. الأهلي وادي دجلة مباراة مرشحة للإثارة، لأنه مباريات الفرقتين مع بعض ال 12 ده مباراة الدور الأول، 11 مباراة جمعت الأهلي في الدوري مع وادي دجلة ومباراة في كأس مصر. الأهلي فاز 8 مرات، وادي دجلة فاز مرة وتعادلوا 3 مرات. الأهلي سجل في مرمى وادي دجلة في هذه المباريات 16 هدف، ودجلة سجل في الأهلي 6 أهداف. هدافوا الأهلي في دجلة عماد متعب وصالح جمعة ومؤمن زكريا وعمرو جمال، وكلهم مش في الفريق دلوقتي. هدف واحد سجله عبد الله السعيد وبرضه مش موجود. كريم ندفد وحسام غالي موجودين في التشكيل، وائل جمعة ورمضان صبحي وسيد حمدي وأحمد نبيل مانجا ودومونيك دي سيلفا، كل اللي سجلوا في الأهلي للأهلي في مرمى وادي دجلة مش موجود منهم بكرة إلا وليد ندفد أو كريم ندفد وحسام غالي. الكابتن حسام البدري زي ما قلت لكم قبل الفاصل كان أعلن القائمة اللي فيها بعض الملاحظات في العائدين، أبرزهم شريف إكرامي وباسم علي وأزارو بعد الشفاء، ومحمود الجزار المدافع الجديد، ومحمد شريف أيضا كوجوه جديدة في القائمة. ينتظر الأهلي بقى يا باشمهندس أرقام قياسية خاصة. الأهلي بعد ما حسم البطولة بقى بينافس الترف، بقى القيم المضافة ليه كبطل. فالتعادل الأهلي الأخير مع سموحة أوقف انتصارات الأهلي عند 16 فوز متتالي أو 16 فوز في المسابقة. ظل الفوز 17 مرة في عهد مانويل جوزيه 2004-2005 هو الرقم القياسي الصامت حتى الآن، يعني الأهلي رقمه مازال قائم. لكن قدام الأهلي بكرة 3 أرقام قياسية أخرى بيسعى حسام البدري كحاجة مضافة لتحطيمها. الرقم القياسي في عدد الانتصارات لأي فريق في موسم واحد، وده الرقم المسجل للأهلي 26 فوز في موسم 74-75. لكن الزمالك مسجل أيضا باسمه نفس الرقم 26 فوز عمله في موسم 14-15. الأهلي في الموسم الحالي يا باشمهندس عنده 25 فوز، يعني فاضل له فوز يجيب فوز يعادل الرقم، يجيب فوزين يسجل رقم قياسي في عدد مرات الفوز. بقي له 4 مباريات مع وادي دجلة ثم مع بتروجيت ومع المصري ومع الزمالك، مباراتين منهم فوز يحطوا للأهلي رقم قياسي لوحده. الرقم القياسي الثاني اللي حسام البدري بيسعى لتحطيمه هو عدد الأهداف في موسم واحد. ترسانة عنده الرقم القياسي، سجل في موسم واحد في الدوري سنة 63-64 71 جول. ده حاجة مذهلة والله. الأهلي عنده 70. حاجة مذهلة ترسانة. وده كان موسم في الموسم ده كان ظاهرة. الأهلي موسم 74-75 ده موسم استثنائي، يعني ده مجد هيديكوتي. الرقم اللي سجله الأهلي في الدوري السنة دي 69 هدف. يعني يحتاج لرقمين لهدفين عشان يعادل رقم الترسانة، ويحتاج لثلاث أهداف في الأربع مباريات اللي باقية علشان يسجل رقم قياسي لوحده. يعني لو جاب لي 72 هدف ده رقم قياسي يبقى لوحده. عدد النقاط بقى في نفس الموسم ده الرقم القياسي الثالث، 87 نقطة لفريق في موسم واحد.
ده رقم مسجل باسم الزمالك ايضا سجله في موسم 2014-2015 كانوا من 38 مباراة، عدد الفرق أكتر. الأهلي سجل حتى الآن 79 نقطة، له 12 نقطة متاحة، لو حصل عليها كلها إن شاء الله هيوصل للنقطة 91، بس يبقى من 34 مباراة. ما هي لو حطيتها جنسب بقى كانت هتبان أقوى. عشان كده الأرقام القياسية ما يخص النقاط يا جماعة مش المقارنة فيها مش متكافئة، لأنه مبدئيا كان زمان المباراة الفوز بنقطتين، أصبح دلوقتي الفوز بثلاث نقاط، فالوضع اختلف، عدد الفرق بيتغير، فبالتالي هنا المعيار مش ثابت عشان تقدر تقيس عليه باستمرار. لكن المؤكد أنه الأهلي بيسعى إلى طرف المنافسة علشان يقدر يسجل أرقام قياسية خاصة به تحسب للعيبته والجهاز الفني. بإذن الله ينجح الأهلي في تحقيق هذه الأرقام عشان تكتمل فرحتنا، بس فرحتنا لن تكتمل إلا ببطولة أفريقيا. طيب الكاس الإيه؟ الكاس. الكاس بقى ده الدوري اللي طويت صفحته مبكرا، ولكن الكاس يشهد وصول الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي، والفريق الأول بالفوز على طبعا المباراة الماضية أمام المقاولون. الزمالك هيلعب الأهلي هيلعب الأسيوطي، مباراة مش سهلة. الإسماعيلي راح دور الثمانية، ما خلاص روح دور الثمانية، راح دور الثمانية، هينتظر الفايز من الإنتاج الحربي والزمالك. لكن الأهلي هيلعب الأسيوطي في دور الثمانية، أيوه اتحدد لها 30/4. طيب 30/4 الساعة 7، يبقى الأهلي والأسيوطي 30/4، والفائز هيلعب مع الفائز من سموحة وادي دجلة اللي هيلعبوا يوم ايه؟ 1/5 بعد الأهلي بيوم. يبقى الدوري يخلص، الأهلي خلص 26 إبريل مع أهلي وزمالك، بعديها بأربع أيام يلعب في 30/4 مباراة الأسيوطي، وفي مباراة له مع المصري مؤجلة في الدوري لسه ما تحددتش، فكمان يعني داخلة دي مع دي. ما هو في تداخل بين الدوري والكاس، ما هي دي المشكلة. انت ربنا الحمد لله يعني يسر ان الموسم خلص، لأن الحقيقة موسم زحمة وصعب، وكأس العالم كمان ضغطك، وكأس العالم والأمم الإفريقية ولذلك بص كل إصابات اللعيبة، الإصابات الجسيمة وخصوصا في الرباط، بتدل ان اللعيبه مستهلكه جدا جدا جدا. الاسماعيلي صعد لينتظر الانتاج الحربي او الزمالك، المباراه بتاعتهم الانتاج الحربي والزمالك هتبقى يوم 2/5 في بترو سبورت او الاسكندريه، لسه ما تحددش الملعب. وفي كل الاحوال الدور قبل النهائي هيبقى يوم 7/5 و9/5، يعني مباراه الاهلي أو الفائز من الأهلي والأسيوطي مع الفائز من سموحة ووادي دجلة هتبقى يوم 9/5، قبلها بيوم هيبقى الإسماعيلي في لقائه مع الفائز من الإنتاج الحربي والزمالك، والنهائي لم يتحدد موعده بعد. أداء الأهلي امبارح تعليقك عليه في المباراة الأخيرة بتاعت الداخلية ولا الداخلية؟ عمرو السلية هدف رائع جدا. بص أنا هقول لك حاجة، والحقيقه النقد الشديد للنادي الاهلي على ادائه ده شهاده له بانه المفروض يتحاسب بمعايير لوحده. يعني عندما يتعادى الاهلي مع سموحه احد الفرق الصعبه والتي في المقدمه والتي تهدد كل الفرق المقدمه والطامحه، ويعني فرقه من العيار الثقيل، يوم يتعادى مع الاهلي، الاشاده كل الاشاده بفريق سموحه وطريقتها الدفاعية المحكمة ومش عارف ايه. اما الاهلي فلم يستطيع ان يعوض غياب عبد الله سعيد النغمة اللي هنتعرض لها بالتحليل، وان الاهلي لعب مباراة هي الاقل، وان الاهلي لم يكن له ولم يكن له ولم يكن له انياب ولا فرص هذا الاسلوب في النقد يدل على قيمة الاهلي لانه يتعامل بمعايير لوحده.
كما لو أن برشلونة بيلعب في الدوري المصري واتعادل مع فريق مصري، يبتدي تقول لم يقدم برشلونة الأداء، في حين أن طبيعي جدا أنت فريق 16 فوز متتالي، أنت فريق بيحسم الدوري مبكرا وبيجرب، أنت فريق يعاني في تجديد قائمته، أنت ورغم كده أنت متماسك وبتؤدي لوحدك. طيب يا سيدي، عايز الأداء والنتيجة؟ تعال نروح لماتش الكاس بقى اللي لا يحتمل القسمة على اثنين، نروح في حوافز تانية بدوافع تانية باهتمام تاني. ويعود الأهلي إلى أسلوبه، استهلاك الفرق في الشوط الأول والإجهاز عليها في الشوط الثاني. شوط أول يعود يشيدوا بدفاعات وطرق والتحفظ ونجاح المنافس في تقليم أظافر هجوم الأهلي ولكن يأتي الشوط الثاني ليتحدث المتحدثون عن المتعة وعن شخصية البطل وعن لعبته اللي ما بتشبعش وعن الأداء الجماعي وعن عبقرية التغيير وعن عبقرية الإدارة وعن عبقرية إذن شخصية النادي الأهلي موجودة بتثبت نفسها لما تحتاج. مباراة الداخلية في الشوط الثاني أوضحت هذا تماما يعني. طيب نشوف رأي الكابتن فاروق جعفر في دي ام سي عن أداء الأهلي أمام الداخلية وهذا الفوز الرائع. لكن خلينا اقول لك النهارده النادي الاهلي بيلعب هو بطل الدوري، يعني بيلعب الداخليه اللي هي بتبحث على البقاء في الدوري، يعني الداخليه بتبحث على البقاء في الدوري والاهلي بطل الدوري وعايز ياخد الكاس. بتكلم على يعني انا بقول مباراه كانت جيده للداخليه والاهلي، لكن بتتكلم فرق 46 بونت بين الداخليه والنادي الاهلي، يعني فرق كبير جدا. يعني النادي الاهلي لو كان الداخلية قدم شوط الأول بشكل جيد جدا، لكن الشوط الثاني كان نادي الأهلي اكتساح. ويمكن الكابتن علاء اتكلم قال نقطة مهمة جدا إنه بيفكر في الدوري، يعني مش عايز اللعيبة تبقى مراهقة وداخل على مباريات تانية قوية عشان البقاء في الدوري. شاف النهاردة الأهلي كل لعيبته الشوط الثاني كانوا بيأدوا بشكل كويس، كل لعيبة الشوط الثاني نجوم. زي ما قال الكابتن حسن النهارده مروان نفسه كان في حاله جيده جدا، عمرو السوليه كان كويس، حسام عاشور كان احمد وصبري الاثنين كانوا بيأدوا بشكل كويس جدا النهارده. اللي كان كويس جدا ويعني ولعيب محوري زي ما وليد كان كويس لغايه ما طلع كمان ميدو النهارده كويس جدا جدا جدا، يعني لسه حاطط بين قوسين ميدو جابر، ده كان مفاجاه بالنسبه لي. كان كويس جدا النهارده قوي النهارده بيأدي بشكل كويس جدا، حتى طريقه استلامه وسلامه ياخدها ويروح ملعب المنافس على طول، وده النهارده بيعبر عن نفسه بشكل جيد. النهارده النادي الاهلي ادى جيد، هو كان الافضل حتى لو كان في فترات الداخليه ند، لكن النادي الاهلي عبر عن نفسه بشكل كبير جدا ان هو بطل الدوري، هو الفرقه الكبيره اللي بتحكم في ايقاع مباراه. لو بنتكلم على ايقاع مباراه النهارده اتكلم على ايقاع على اداء النادي الاهلي الشوط الثاني، ده ايقاع المباراه، هو بيتحكم في ريتم الاداء، اللعيبه مش خايفه، التسليم والتسلم بشكل محترم جدا تحت الضغط، كل ده تحت ضغط، تسليم وتسلم تحت ضغط، هو ده الايقاع بقى، ده اللي احنا بنتكلم عليه، ده الهدف. ده الهدف يعني شوف الهدف، عنده الاصرار ويحط رجله طبعا الاداء الاداء الجماعي بشكل ثقافه الاداء الجماعي النهارده النادي الاهلي كان الشوط الثاني بيأدي بشكل جيد. طيب اتفضل يا باشمهندس. فكره ان الاول بيلاقي من يصارع الهبوط بتاع دي فكره على مستوى العالم ما هياش بقت ذات معنى، لسبب امبارح مثلا هنشوف ويست بروميتش الذي يكاد يكون قد هبط الا من خلال هذا الفوز الثمين الذي حققه على المان يونايتد ليطيح بطموح المان يونايتد ويعلن فوز المان سيتي بالدوري. يعني هزيمه المان ادت الدوري رسميا الى المان سيتي. اليونايتد ادى الى السيتي، هزيمه اليونايتد ادت السيتي مصائب قوم. عن طريق مين؟ الذي يصارع من اجل البقاء. الداخليه فرقه رزله وتصلح ادائها جدا في الدور الثاني، في النصف الثاني من الدور الثاني. وهو كابتن فاروق جعفر وكتالوجها مع علاء عبد العال. الكتالوج بتاعها مع علاء عبد العال كيمياء، واضح ان هم مع بعض عاملين حاجه، لكن الكابتن فاروق اكاد المح انه عايز يقول ايه؟ مش عايز يقول يعني ان الفارق الفني، لا عايز يقول ورغم هذا
الأهلي يؤدي بجدية وبدوافع و يعني الأهلي لا يتعامل إنه أنا بطل الدوري والماتش محسوم، لا. ف يعني هو كابتن حسن شحاتة كمان لما نيجي نسمع كلامه هننبسط أكتر. النادي الأهلي لاعب النهارده عامل حسابه كويس قوي على المباراة، وبيحترم كمان الداخلية بشكل كبير جدا، لأن هو بيلعب النهارده التشكيل الأساسي اللي دايما بيلعب بيه، إلا إذا كان بيتحرك شوية في ميدو جابر، عارف أنت إزاي؟ ده الوحيد اللي بيتحرك فيه مع لاعب تاني، فهو احترم الداخلية، عمل مباراة جيدة، الداخلية عملت مباراة جيدة دفاعيا. في البدايه كانت بت 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 بتهاجم زي ما بيقول باثنين لعيبه، هو اللعيب اللي هو بيلعب في نص الملعب اللي هو اللعيب البرازيلي وزيكا، وبيدافع بالباقي، فكان قافل على مرماه بشكل كبير من الناحيه الدفاعيه بالنسبه لهجوم النادي الاهلي. وبعد كده الشوط الثاني بقى لما بدا هو يهاجم النادي الاهلي وبدا يلعب على المكسب، لان انا عارف من الاول ان هو بيلعب على اساس ان هو برضه مش عاوز يوصل، هو يمكن قال الكلام ده، يعني هو قال الكلام ده ان هو مش عاوز، انه عنده ماتش مع طنطا، ماتش قوي وماتش مصيري بالنسبه له، فما كانش عاوز يوصل لضربات الجزاء. فهي الامنيه بتاعته زي ما قلت اتحققت، بس اتحققت بلاعب كبير ولاعب قوي من النادي الاهلي بشكل كبير، وعمرو السوليه ظهر بشكل كويس قوي، مروان محسن ظهر بشكل كويس جدا، حسام عاشور، يعني اغلب لعيبه النادي الاهلي، وليد سليمان جاي، يعني كلهم ظهروا بمستوى، بص كره الهدف، وانا اللي في القائم اللي بعديها هي الهدف. فعشان كده المباراه كانت احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لنا المباراه كانت تعتبر جيده، لان شايف فيها نواحي هجوميه ونواحي دفاعيه من الداخليه ما كانش الآن او بتهاب النادي الاهلي، ودي كانت متمثله في صحيح في احمد مصطفى واللاعب البرازيلي وناصر منسي، دول ما كانوش فارقه معاهم، كانوا بيلعبوا بحريه مطلقه، لكن لعيبه النادي الاهلي خلصت الموضوع وخلصت المباراه. ما يعني انبساطك من الكابتن حسن شحاتة يزعل؟ يزعل زعل مين يعني؟ لا، هو كابتن حسن الراجل الحقيقه بينصف صحيح، ويشعر بتقدير تجاه الاهلي. وهو لما قال انا كنت العب في الاهلي، انا لقيت ناس بتبلغني بيقول الناس زعلانه قوي وبيقولوا له كده، وكابتن عدلي مبسوط من كلام، هو انا المشكله؟ يعني كابتن عدلي مبسوط من هو، انا قلت الكلام ده على فكره كابتن حسن، ده انا انبسطت لان كابتن حسن اكد ان انا الروايه اللي انت حكيتها، اكدت ان انا قلت قبل كده ليه من اكتر من سنه، قال لنا من مده عده شهور يعني، فهو اكد، ده اللي بسطني، اكد ان انا المعلومه اللي قلتها ما كانتش يعني مختلقه. ففوجئت ان وعد القيعي مبسوط قوي من، طب هو عد القيعي ما يتبسط ولا يتضايق يعني؟ ما هو دي قيمه حسن شحاته، دي قضيه مين يعني؟ ليه عامله يعني شغله ناس ليه في ايه؟ ما انبسط ولا اتضايق ولا ما هو زي ايه يعني؟ بس يلا دي هيجي لها وقتها. طيب. عموما نشوف الكابتن خالد بيبو متحدثا عن فوز الاهلي على الداخليه. النادي الاهلي النهارده زي ما كان الكابتن بيكلمه استمتع بالمباراه وبالذات الشوط الثاني. يعني اللعيبه لقت بعضها، وزي ما انت بتتكلم على ازاي بيدور على اي حد يلعب معاه كوره، يعني هو بيبقى عنده الاستعداد ان هو يشتغل معاه كوره، دي نقطه. النقطه الثانيه انا يعني الفرق ما بين المباراه دي والمباراه اللي فاتت هو عمرو السوليه، تحويل طريقه اللعب، عندك واحد موجود في نص الملعب بيزيد مع الثلاثه اللي تحت الفرق، فخلاص عمرو السوليه بقى وجوده بالنسبه للنادي الاهلي هو تحويل طريقه لعب ال 4-1-4-1 صريحه، وبيزيدها بيعملها بشكل كويس جدا. هو المباراه فكت ازاي النادي الاهلي؟ فكت بشوطه من بره ال 18، ده حل من الحلول بتاع النادي الاهلي. لو جبنا الهدف الثاني، اتفرج على الطرفين بتوع النادي الاهلي فين؟ بتتكلم على احمد فتحي وبتتكلم على صبري رحيل. احمد فتحي وصبري رحيل الاثنين زايدين مع الهجمه، طايرين مع الهجمه، معنى كده ان انا بقول لك
بص اكملها كده بعد بص بص احمد فتحي فين بص صبري حلفي فين بس ارجع لي بس اللقطه تاني بص الاثنين واقفين فينا اثنين زي دي فانت بتتكلم ان انا سبت الطرفين اللي هم اللي انا بشتغل عليهم للباكين وخليت الزياده العدديه بتاعه النادي الاهلي اللي بيشتغلوا بالطرفين تحت راس الحربة كلهم في العمق بقى عندك الزياده في العمق عشان كده بيقول لك الكثافه اللي كان بيتكلم عليها احمد حسن دلوقتي ان بقى عندك لعيبه جوه الفرقه عامله كثافه عدديه في الناحيه الهجوميه وسبت الطرفين بيشتغل عليهم اذا كان صبر رحيل واذا كان احمد فتحي بيعملهم بشكل جيد جدا فبقى عندك الكثافه العاديه عندك الزياده بتاعت نص الملعب المباراه فتحت عن طريق واحد من تغيير طريقه لعب في الزياده العدديه ولو كنا بنتكلم على مواصفات الراجل الهافد بندر الثاني ايه هو اللي عمله النهارده عمرو السوليه هو اللي عمله عمرو السوليه هو ده المواصفات اللي انت طالبها منه الزياده العدديه قطع عمرو السوليه من اكتر لعيب في النادي الاهلي بيقطع كوره بيقطع كوره دلوقتي احسن اكتر من حسام عاشور لو انت تركز معاه هتلاقي القطع جيد جدا التحركات الهجوميه ركز واجيب لك الاحصائيه بتاعه الاثنين نشوف مين قطع كوره الزياده العدديه للسوليه على طول خلاص هو ساب حسام في الحته دي وبص بص الكثافه العدديه للنادي الاهلي شغاله فيه زادت بعمرو السوليه وكل الطرفين زايدين لجوه وزايدين لجوه مش بره اللعب زايدين لجوه ال 18 تحليل الكابتن خالد دايما في الجانب الهجومي هو تحليل علمي 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 وبيقول لك لماذا هذه الفاعليه وان الطرفين اصبحوا ظاهره في النادي الاهلي بيكملوا على طول في كل هجمه وفي المراحل اللي الاهلي عايز يخلص هتجد ان دي سمه اداء الاهلي كل الكثافه دي بتبقى متواجده وده بيوضح ان الفوز بتاع النادي الاهلي ليس فوزا عشوائيا ولكن نتيجه تدريب وفريق له شخصيه. شيخ طه اختص اسلام محارب اللي انا شخصيا بختصه من زمان بالاشاده. اتفضل. اسلام محارب من اللعيبه الرائعين جدا ودايما يعني حسام بدري يستخدمه احنا كنا متفقين برضه ان هو ينزله وعلى الجول لعيب جيد جدا فهو هداف جيد جدا بعدين مقاتل يعني زي اسم على مسمى محارب مقاتل ولذلك جميع معظم المباريات اللي بينزله فيها حسام بدري هو بينزله في ظروف بيحاول يعمل فيها التفوق او المجازفه انه ينزله بدل واحد من نص الملعب على اساس يبقى عندي كثرة عددية وفي كل المباريات اللي بينزل فيها بيسجل في مباراة الفجيرة جاب 3 اجوال لعب من الاول حتى انا في مرة من الاوقات قلت ما فيش ما انشي الاوان ان انا لاعبه من البداية انا مش عايز يلتصق بيه ان هو لعيب احتياطي ينزل بس يعني ينزل في اوقات لان هو لعيب عنده امكانيات جيدة جدا واي نوت ان انا انزله بعض المباريات من الاول يعني ما انزل ناديه ميدو ما يلعب هو من الاول واشوف هيعمل ايه من الاول ممكن يكسبني من الاول زي ما لعب في الفجيره وجاب 3 اجوال فعنده طاقه جيده وعنده امكانيه هجوميه كويسه وعلى الجول كويس يعني لما قيسوا بينه وبين ميدو برضو على الجول قليل يعني جيله فرص لكن قليل انما ده رجله شايف عارف الجول كويس فطبعا انا مش بقى يعني طبعا المدير الفني له السلطه ان هو يلعب بالطريقه اللي هو بيشوفها الكابتن حسام بدري بس انا بقول ان ممكن برضو اكسبه كلاعب اساسي في بعض المباريات. طيب إشادة الشيخ طه بإسلام محارب استتبعها أيضا إشادة فردية من محمد فضل ومحمد أبو العلا يعني إجماع أهلاوي زملكاوي على إن اللاعب ده يستحق يروح المنتخب مين هو نشوفه. أنا شايف الأهلي كابتن علاء عبد العال لعب في حدود إمكانياته ولكن النهارده أنا شايف إن حان الوقت لتقديم عمرو السوليه لمنتخب مصر، حان الوقت، هو دلوقتي انت محتاج لعيب في نص الملعب يبقى عنده زياده ان هو يعرف عنده حلول بيشوط، احنا اتكلمنا بنشوطين ان دايما لما يبقى في باركينج يا بتعمل اوفرات يا تصويب، ما حصلش ولا تصويبه على المرمى في الشوط الاولاني، بص الكره دي، بص السوليه زي ما دكتور طه قال وهو بيشوط عدل جسمه خلي بالك ممكن واحد يحطها بليسنج ببطن رجله. الجهاز الفني للمنتخب كان بيتابع محمود عبد العزيز، هل ممكن يبقى ليه فرصه يخش؟ لو الاولى يبقى السوليه طبعا. هل السوليه انا الاول ان هو يخش؟ انا شايف انه مهم يمكن طالما فرصه للتجارب لو الراجل لسه عنده نيه تجربه انا شايف ان السوليه من اللعيبه القريبه جدا. يعني
إذا كان المنتخب جادا في البحث عن قدرات جديدة تضيف، يصبح السلية وليد سليمان مؤكد على قائمة الناس اللي لازم تتشاف. مش عايز أقول إسلام محارب، لأن إسلام محارب قد يكون جاء متأخرا وإن كان يستحق هو الآخر. طيب كابتن ضياء السيد جمع بقى في الإشادة بين إسلام محارب والسلية. كذا حاجة النهاردة، عمرو السلية سدد كتير، واحدة جت في القائم وواحدة ما جاتش في الجول، فهو كان عنده يعني دي ميزة كويسة جدا في إصرار إنه يسدد لحد ما أحرز هدف جميل. الظاهرة اللي احنا متعود كالعادة متعودين عليها إن إسلام محارب لا يخزل حسام البدري دايما لما ينزل، وما بيخزلش فرقته، يا إما بيعمل أسيست بهدف يا إما بيحرز هو هدف. فانا بشوف ان دي وده اللي احنا قلناه قبل ما ينزل حتى ما بين الشوطين. اه بالظبط، دي العلامه الثابته الكويسه اللي دايما هتخلي الناس تتساءل، لكن انا بشوف ان حسام بيعمل الصح يعني. طالما الامور ماشيه بهذا الشكل، طب امتى اسلام هو اللي يبتدي؟ هو متالق كل مباراه كبديل، متالق يا اما بيعمل اسيست للجول. طب انت ابتدي من وجهه نظرك. انا بقول لك اهو وجهه النظر دي حسام اللي يقدر يحددها بشكل كبير جدا، لانه هو مفيد جدا معاه بهذا الشكل، لكن اكيد هيجي في وقت هيبقى محتاج انه يبتدي، يعني ما هو الراجل متالق بشكل كبير جدا. طيب هذه الاراء الفنيه حول المجيدين من الاهلي، لكن كمان الكابتن جمال الغندور المونديالي وخبير التحكيم سجل رأيه في إدارة حكم المباراة وعدم احتسابه ضربة جزاء واضحة للأهلي، كرة بتاعت إسلام محارب. نشوف جمال الغندور. استمتعوا الأول بالهدف وبعدين ناخد مبدأ تحكيمي، هل في ركلة جزاء ولا لا؟ هي جت جول، لكن هل في البداية في ركلة جزاء وبعدين الحكم يدي تحت فرصة، ولا في تقدير الحكم انه مفيش ركلة جزاء وبعدين نشوف تقديرنا احنا؟ نشوف الاول. لا كمل هنا، ما عنديش مشكلة خالص هنا هو. لا ساعد بقى اللمسة في الايد، الايد في محيط الجسم ولا مش في محيط الجسم؟ المسافة تسمح للاعب ان هو يتفادى الاصطدام ولا هو اللي حرك ايده؟ معلش امشي ارجع لورا المسافة، مش هتسعفك يا وليد بس نحاول كده. ايوه من هنا، لا ارجع بقى شويه نشوف ايد اللاعب. يعني هي في محيط الجسم الحقيقه، الايد ملتصقه بالجسم وبالتالي مفيش هنا اتاحه فرصه، هو هنا مفيش لمسه يد وبالتالي قرر محمود عاشور. يعني لو ما جاتش جول ما كانش هيبقى فيه هدف، ما كانش هيبقى فيه ركله جزاء. كلام جميل لو ان هذه هي القاعده، لكن في نفس الحكم في نفس المباراه لنفس اللعبه ضد الاهلي كيف تعامل معها محمود عاشور؟ ده اللي بنقوله، ازدواجيه المعايير للحكم الواحد. كره توصل عند وليد سليمان، عدى وليد، فرصه للنادي الاهلي، ولكن حكم اللقاء بيدي فاول او لمسه يد على وليد سليمان. ان حضراتكم يعني ده اللي انا عايز اقوله، بثلاثيه نادي الاتحاد، ازدواجيه المعايير للحكم الواحد في المباراه الواحده على الرجاء بهدف. ايه بقى يعني الكوره نفس الشيء، الايد في محيط الجسم اهو هي وحتى الكوره دي شوطه يعني جت في كتفه ودراعه. من هذا اللقاء ميدو جابر يلعب ويشرب خارج الكوره توصل على وليد سليمان، عدى وليد، فرصه للنادي منع جول هي دي بقى المشكله، القاعده نفسها بتتغير. ما علينا، مش قضيه، كره جت جون عشان توقف لنا هذا الحديث، لان عندنا الحقيقه ده مباراه الكاس بعد موضوعين هما موضوعي الحلقه. هو ليه الناس الاهلي ليه الناس بتحب الاهلي كده؟ ليه الاهلي له هذه المكانه عند الناس اللي مرتبطه بيه؟ وايه حقيقة مواقفه بالظبط بعد الفصل؟ كان لابد ان نبدا بهذا النشيد مع بداية هذه الفقرة. يبقى انتوا عرفتوا مضمون الفقرة تقريبا، الاهلي والوطن. مش دور الوطني، الاهلي والوطن. هذه فقرة بتلخص.
دور الأهلي في تمصير الرياضة المصرية وإنشاء اتحاد الكرة، دور الأهلي من خلال المشاركة في المباريات في دعم ثورة 19 والفوز بالبطولات أيضا، وكيف كانت تتحول هذه المشاركة وهذا الفوز إلى خروج جماهير الأهلي في مظاهرات تمر على معسكرات الإنجليز، مظاهرات مكيدة ودعم للقضية الفلسطينية. وبعدين ايضا التحامه ما انا بقول لك انت هتقرا كل ده بالتفصيل وهنقراه ونقرا. ودوره ايضا في مع الفن في مسانده القضايا الوطنيه الكبرى ودعم الملك في مواجهه الانجليز، ايضا دوره في دعم القضيه الفلسطينيه والثمن الذي دفعه، واخيرا دوره في جميع الحروب، جميع الحروب من 48 و 56 و 67 و 73 وحتى حربه النبيله ضد الارهاب اليوم. هذه فقره تزيد من ثقافتك ومن معلوماتك اللي تعزز احساسك بالزهو وتفهمك لعظمه الاهلي ولماذا هو نادي الوطنيه. استاذ ابراهيم، هذه مقدمه كان لابد ان ابدا بها لندخل في تفاصيل سيسمعها، وانا بدعو برضو كل الاهلاويه وغير الاهلاويه الله المعنيين بالتاريخ يجيبوا اولادهم ويقعدوا يفرجوهم على الفقره دي ويسجلوها. طيب احنا الحلقه الماضيه تعرضنا لطبيعه نشاه الاهلي، وشفنا انه ازاي الاهلي سابق عصره واوانه لما ينشا كشركه مساهمه، ولما يكون المكتتبين فيه نخبه من رجال الاقتصاد المصري وقتها، ويكون واحد من بين هؤلاء المكتتبين طلعت باشا حرب صاحب فكرة ومبدأ وجهود تمصير الاقتصاد، تمصيره يعني إطفاء المصرية عليه. إنجلترا كانت مسيطرة على كل أدوات الاقتصاد المصري، فإنه كنت تحاول تحرر الاقتصاد المصري وتمصره، انشاء بنوك مصريه وشركات مصريه وشركات الغزل وشركات القطن، كل الشركات الكبرى يمتلكها مصريون. فبالتالي في اطار هذا التوجه ده السهم بتاع نشاه النادي الاهلي، حصه تاسيس قيمتها 5 جنيه، ده سهم المشاركه في تاسيس النادي الاهلي، عشان تشوفوا مدى قيمه هذا. ودول اسماء الساده المساهمين وقتها وقيم الاسهم اللي هم اشتروا بيها. لكن عايز اقول لكم انه في خضم هذه الاحوال والظروف كان اتحاد الكوره في اتحاد انجليزي، او اتحاد الكوره اللي بيقوده الانجليز وفي بعض المصريين، ده بيشارك فيه بعض المصريين ومسابقات مختلطه. فالنادي الاهلي ومن منطلق هذا الدور الوطني ولانه نشا في احضان الحركه الوطنيه امتنع عن انه يشارك في مسابقات تحت مظله الاتحاد الانجليزي، أو يشارك في مسابقات تشارك فيها فرق أجنبية. وده اللي بيعكس الهدف اللي أنشئ النادي الأهلي من أجله. عشان كده الدور الوطني للأهلي لا محتاج يتكتب على يافطة ولا محتاج حد يتكلم عنه، ده دور سجله التاريخ، دور نشأ في أحضان الحركة الوطنية ورموزها ورجالاتها. فكانت فكرة هذه البطولات الأهلي، طب هيعمل إيه؟ مش عايز تلعب مع الأجانب، والاتحاد اللي موجود اتحاد الكوره ده اللي بينظم هذه المسابقات انجليز. قام الاهلي عامل مسابقه شارك فيها طلبه المدارس العليا والخريجين بتوعها، وخصص لها كاس كان اسمها كاس حشمت باشا، كان وزير المعارف يتنافسوا عليه. المسابقه المصريه اللي بين الشباب الطلبه والخريجين اشتدت، فبقت اقوى من دور المختلط او دور الاجانب اللي بيشارك فيه كل الأجانب اللي في مصر. وهنا بدأت فكرة، طب مصر بمصر ما نقلبها مصري، ما نعمل اتحاد كرة مصري. ده برضو نوع من الدعم للحركة الوطنية وللمسألة المصرية والدعوة للتمصير، ما نعمل اتحاد مصري. شوفوا الدور بتاع النادي الأهلي تاني، يقوم سكرتير النادي الأهلي وقتها كان فؤاد بك أباظة، ده كان سكرتير النادي. فؤاد أباظة
سكرتير النادي الاهلي هو من يدعو لتاسيس الاتحاد المصري لكره القدم. احتضن اجتماع للانديه لمناقشه فكره تاسيس الاتحاد المصري لكره القدم. ما دام مش هنلعب مع الاجانب نعمل اتحاد خاص بينا. اجتمع مسؤولو الانديه المصريين سنه 21، بصوا التاريخ، سنه 21 بيجتمع مسؤولو الانديه بدعوه من فؤاد اباظه سكرتير النادي الاهلي عشان تنشئ اتحاد. عشان كده اعتقد علاقه العائله الاباظيه العريقه بالنادي الاهلي جذورها ممتده، في بدايه قوي الشريعي وخشبه واباظه طبعا وفهمي لا وسليم جذور. ففي 21 عقد هذا الاجتماع عشان ياسس اول اتحاد مصر لكره القدم ويراسه جعفر والي باشا رئيس النادي الاهلي، واحد من رموز النادي الاهلي الكبار بجد، اللي يكون اول ما بقى رئيس من اهم قراراته ايقاف حسين حجازي. بالظبط. فتاسس الاتحاد المصري لكره القدم وقرروا اقامه مسابقه كاس مصر، كان اسمها كاس الملك ودوري المناطق، وشويه بشويه انتهى بقى الاتحادين بقى متوازيين، انتهى الصراع بين الاتحاد المصري والاتحاد المختلط لصالح الاتحاد المصري، البقاء للاصلح والانفع والاقوى بدعم جهود الحركه الوطنيه وشبابها. ففي سنه 23 تم تاسيس او تم الغاء الاتحاد المختلط، الاكتفاء بالاتحاد المصري، وتوحيد كل الجهود مع الاتحاد المصري لكره القدم اللي انشاه النادي الاهلي ليصبح بدعوة من رجال النادي الاهلي للكره المصريه. بالظبط. الاهلي ما اكتفاش بس ان هو ياسس الاتحاد كدعوه وكرغبه وكرئاسه وكاحتضان للفكره، لكنه كان له الدور الرئيسي بعد كده في تاسيس اتحادات اخرى بنفس الدافع وبنفس الهدف. تقريبا ما فيش اتحاد يا استاذ ابراهيم الاهلي ما كانش وراء انشائه. فاتحاد التنس، اتحاد البلياردو، اتحاد الملاكمه، اتحاد كره السله، اتحاد المصارعه، اتحاد العاب القوى، رفع الاثقال، السلاح، الاسكواش، السباحه، الهوكي، غيرها من الاتحادات. كل هذه الاتحادات نشات برعايه من الاهلي، باحتضان من الاهلي، بدعم جهودها لنفس الاتجاه الوطني. حتى انه اول ميداليه ذهبيه اولمبيه لمصر، اول ميداليه اولمبيه في تاريخ مصر يفوز بيها لاعب النادي الاهلي سيد نصير، وده كان في امستردام 28 وكانت ميداليه ذهبيه. ده كان في رفع الاثقال، قوه خارقه، ده اللي موجود النهارده وجنب بتاع يا ام هاشم، يعني بطريقه ام هاشم ده قال فيه خد بطوله عالم وخد ميداليه. تخيل موجود النهارده كان بقى عامل ازاي. بص لما احمد شوقي يكتب فيه شعر ويقول له ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا، بص التعبير بتاع احمد شوقي. في عارف ان احمد حسنين باشا رئيس النادي الاهلي ده هو اول مصري يمثل مصر في دوره اولمبيه كلاعب للشيش في السلاح. كان اول من مثل، وكان رئيس النادي في الاربعينات. لا هو جه بعد كده رئيس نادي، هو كان عضو نادي. ايوه، لكن مثل مصر عضوا بالنادي ثم اصبح رئيس النادي الاهلي. عشان كده من هنا العراقه ومن هنا الرياده الحقيقيه لهؤلاء الابطال واحتضان الاهلي بجهوده لكل جهود الحركه الوطنيه. عشان كده لما قلت لكم قبل الفاصل عشان تعرفوا هي ليه الناس بتحب الاهلي. انا بس عايز اصحح، احمد حسنين باشا اشترك في ستوكهولم 1912 اول ما تاسس النادي الاهلي. وزي ما المهندس عدلي اشار لكم فضل بقى اعضاء النادي وشباب النادي دايما وابدا كل ما الاهلي يلعب مباراه ضد فرقه انجليزيه دراجون او اي معسكر الاهلي يكسب، يا عزيز يا عزيز الاهلي كسب الانجليز، يفضلوا يلفوا حوالين المعسكرات من باب مش الاغاظه ولا المكايده، لا من باب التجرؤ الوطني. ان انت بتتكلم على الاحتلال، لا انا الاوان انك تمشي بقى. كل دي في اطار دعم الحركه الوطنيه وتحميس وتحفيز الشباب على المشاركه فيها. ده الدور الوطني للنادي الاهلي من خلال تمصير الرياضه تمصيرا كاملا. جهود الاهلي الحقيقه امتدت لاكثر من اتجاه. على فكره كمان لازم نذكر مش بس الخروج في مظاهرات، ده مقر الاهلي احتضن اجتماعات
شباب الحركة. شباب الحركة الوطنية وكان عشان تمهد لثورة 19 كان الاجتماعات بتتم في النادي الأهلي. لما الأهلي فاز بأول كاس في تاريخه، أول كاس الأهلي يكسبها كانت كاس السلطان حسين سنة أو موسم 22-23، أول بطولة يحققها الأهلي. الجمهور عمل مظاهرات كبيرة جدا احتفالا بهذه الكاس واحتفل بها كتير جدا. دور الأهلي وشبابه ده صور للجماهير. بص دي جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وشباب الحركة الوطنية بيحيطوا ببيت سعد زغلول لدعمه في ثورة 19 انطلاقا من قيمته الأهلوية، لأنه أول من ترأس اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي. المظاهرات لما خرجت من مقر النادي الأهلي كانت ملهمة لفنان الشعب الحقيقي سيد درويش. سيد درويش أنه يطلع أغنية يا عزيز يا عزيز يا عم حمزة إحنا التلامذة ما يهمناش سجن نبات ولا المحافظة، واخدين على العيش الحاف والنوم من غير لحاف والضرب على الأكتاف، مستبيعين ناس وطنيين إحنا التلامذة. دي غناها الفنان الجميل محمد فؤاد ما يغنوها كتير في احد افلامه يا عم حمزه احنا اتعملت لما شباب الشباب بيخرج من النادي الاهلي في هذه اللي هم تلامذه الحركه الوطنيه والذي كان منهم ومن رحمهم ظهر فكري باشا اباظه هذا الشاب اليافع، وكان عضوا بالنادي ثم عضوا بمجلس ادارته ثم وكيلا شرفيا، وكتب في الصحف وقتها كان يؤجج لشعور وطني واشعل الثوره، وحكم عليه بالإعدام. دي حاجة ما كان حدش يعرفها. سلطات الاحتلال حكمت عليه بالإعدام ولكن على صاحب نشيد أمي أهلي فكر باشا أباظة ولكنه هرب نجح في الهرب إلى أن تم إسقاط الحكم نهائيا عليه، وهو بنفس أو بالمناسبة هو مؤلم نشيد أمي أهلي شوف ولادك والجنود فأدي الفن. الفن كمان بما أن احنا بنحكي يعني وقعة مهمة جدا جدا في دور الفن مع النادي الأهلي في دعم الأحداث الوطنية. الملك فاروق كان في مرحلة ما يعني مجاني الإنجليز، يعني كان في نظرهم هو أحد العوائق اللي دايما لا تحقق أحلامهم، فأصدروا حظرا إعلاميا الراجل ده أو الملك ده ما يجيش سيرته في أي وسيلة من وسائل الإعلام. الملك فاروق فتحايل أبناء الأهلي ومصطفى أمين الكاتب اللامع وعضو النادي وابن شقيقة سعد باشا تفتق ذهنه عن إيه؟ أم كلثوم بتحيي حفلة سنوية في النادي الأهلي بمناسبة العيد عيد الفطر، فدعا الملك فاروق لحضورها وقال له الحفلة دي هتبقى مزاعة، انت تستنى لما ام كلثوم هتبدا وانت داخل الموسيقى هتتوقف. مضطر المذيع يعلن عن ان الموسيقى توقفت لدخول جلاله الملك فيذكر اسمك في هذه المناسبه. بيكسر الحظر. وهذا ما حدث. والنشيد ده موجود، ارجو ان احنا نكون مجهزين. انت عارف اللي نده الاغنيه اللي وقف ودخول جلاله الملك كان لطفي اباظه. لطفي اخو فكر يعني شوف برضه تسلسل العائله الاباظيه. فالملك فاروق حضر هذه الحفله وانعم. ام كلثوم بقى تلعبت كمان بالكلمات حتى يتناسب بعض الفاظها مع حضور الملك، يعني غيرت في كلمات الاغنيه في ارتجاليه وسرعه بديهه وادالها وسام الكمال في هذا اليوم. وده قالت بعديها انه الكمال ما كان ليكتمل لولا ان انا اخذ الوسام من الملك في النادي الاهلي. فانتوا مجهزين ولا لا يا جماعه؟ لا ده احنا لازم نسمعه. شوارب لازم نسمعك ام كلثوم. ماشي يا شوارب. Thank you.
حضرة صاحب الجلالة. سيداتي وسادتي، هذه الهتافات التي سمعتموها وهذا التصفيق وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله، فقد نفح شعبه حفظه الله بأن حضر وشرف بحضوره هذه الحفلة. مزاجك حلو زيي؟ أنا مزاجي كويس جدا. أنا عايز أفتكر حاجة في الحلقات الأولى اللي أنا فاكر لملك وكتابة، أنت جبت سيرة الأغنية دي. ده أنا جبتها لك. أيوة، والكابتن صالح. لا، هو كان الكابتن صالح ما كانش حد عارف حاجة عن الأغنية دي. آه، هو مرة رايح بيسجل في الإذاعة وبتاع، فأدوله الشريط ده هدية، فكلمني قال لي عدلي أنا عدي لك كنز. فقال رحت له قال لي اسمع سمعني الشريط. إيه ده؟ في أم كلثوم والنادي الأهلي. قال لي آه، وإداني النسخة. اللي بعد كده قدمناها من كذا سنة، احنا أيوه قدمناها من كذا سنة بالزبط. لكن يعني الحقيقة التفاصيل دي، تفاصيل الدخلة وتفاصيل المناسبة وتفاصيل ازاي النادي الاهلي تحايل على هذا الحظر واحتضن ان يدعم الملك فاروق داخل جنينته ضد الانجليز، ضد الانجليز كل ده. اه، وهو الملك فاروق كان وقتها رمز الوطنية، بدليل ان الانجليز كانوا كان في ازمة بينهم، كان في ازمة بينه وبينهم بين الانجليز والاصل. لكن انا بقول لك يا جماعة من فضلكم، الحلقة دي والله معمولة بمزاج وشغف. كلنا استاذ ابراهيم، فريق الاعداد، انا، كلنا فريق اعداد، محمد مصطفى المخبزي، عبد المنعم القسطى، صبري، شادي صبري، شادي صبري طبعا معانا، وقبلنا مخرجنا شوارب، كلنا اشتغلناها بمزاج وحب. لذلك بقول لكم ابقوا معنا لحد الاخر. طيب، الاهلي الدور الوطني ممتد ممتد، وهتلاقوه بعد يوليو كان له دور كبير جدا، هتلاقوه بعد كده حتى في كل المناسبات الوطنيه الكبيره واخرها في 25 يناير. في كل الظروف الوطنيه الاهلي لصيق الشباب الوطني، مش بس في الداخل، حتى في محيطه العربي. طيب، هنشوف الاول وسام الكمال. احنا شفناه على صدر ام كلثوم اهو. اه، انما الخبر اهو ده. الليله الكبرى، المفاجاه الكبرى في النادي الاهلي، نشان الكمال لام كلثوم. ده الاهرام. ده الاهرام في تاني يوم للحفل للاعلان عن ما على تم فكرة في صورة أم كلثوم جنب الملك فاروق والأغنية بتتذاع كانت لابساه. يعني بعد ما لبست ليلة العيد في 1944، وهي غيرت في بعض الكلمات ربطتها بالملك. ايوه، فاكتمل المغزى الفلسفي من فكرة حضوره. يعني الأهلي وهو بيزرع جذوره الوطنية في الداخل، من الطبيعي جدا ان كل شباب الوطن يكون عندهم هذا الشغف وهذا الحب وهذا التقدير وهذا الاحتماء وهذا الاحتفاء بالنادي الاهلي ودوره. لكن كمان حتى في المحيط العربي بتاعه،
لما نلاقي الشباب المصري أو الشباب العربي في فلسطين الغالي علينا كلنا عندها كل هذا الارتباط وهذا الحب حتى وقتنا هذا؟ يمكن احنا دعينا أكتر من مرة أن احنا نعمل حلقة من ملك وكتابة من غزة، وأتمنى أن الظروف تسمح ذات يوم أن احنا نروح نعمل حلقة من غزة مع الشباب المصري أو الشباب العربي الأهلاوي الفلسطيني المحب جدا لمصر ودورها. الكلام ده مش من فراغ أنه عندهم هذا الارتباط وهذا الحب للنادي الأهلي، وتقريبا أسامة عمر وكل أصدقائه وإخوانه في رابطة عشاق ومحب النادي الأهلي وكل روابط الأهلي في غزة وفلسطين كلها خرجوا بكل هذه المشاعر تجاه الأهلي من الجذور اللي الأهلي من الأربعينات بيزرعها في هذه الأرض الطيبة، بدوره بمساندته بدعمه للقضية الفلسطينية حتى في إطار أو في بداية حركات التهويد. هذا الأسبوع الشباب الأهلاوي في فلسطين وهو بيسأل على الكابتن محمود الخطيب وبيهديله أو بيدعيله من المسجد الأقصى، بعتولنا الحقيقة بص إهداء من الحرم القدسي الشريف للكابتن محمود الخطيب بيبو مع التمنيات لكم بموفور الصحة والعافية. ده هذا الأسبوع، بص الكلام خارج منين. ويعملوا حفل كمان يكرموا الكابتن مروان كنفاني الفلسطيني حارس مرمى النادي الأهلي في الستينات، من ويحضر أسامة عمر الأهلي له بالضبط، ويحضر أسامة عمر وياخد جائزة أو درع تكريم مروان كنفاني اللي كان المستشار السياسي للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عليه رحمة الله. كل ده خرج من هذا النبت الطيب اللي زرعه الأهلي في هذه الأرض الطيبة. إمتى؟ أول ما الأهلي في الأزمة الكبيرة جدا اللي شهدت مروان هو الشقيق الشهيد غسان كنفاني، وهو أحد قيادات النضال الفلسطيني. قضية الأهلي الكبيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، انتوا هتلاقوا السفير طه الفرنواني مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية له كتاب مهم عن خبايا وأسرار التطرف الصهيوني، حكى عن قادة المقاومة الفلسطينية زي كانوا بيحضروا في الأربعينات للقاهرة لشرح أبعاد الجرائم الصهيونية اللي بترتكب ضد فلسطين، وإزاي حركات التهويد اللي بدأت منذ وعد بلفور الإنجليزي في 1917. قال السفير طه الفرنواني في كتابه أنه هذه الندوات كانت بتعقد في النادي الأهلي، كان النادي الأهلي بيستضيف ندوات التوعية بالقضية الفلسطينية قبل أن تحتل فلسطين. بص أهي في الكتاب، لقاءات القادة العرب مع الشباب المصري لشرح أبعاد الجرائم الصهيونية في النادي الأهلي بحضور المؤلف اللي هو السفير طه الفرنواني. ده كلام مش ادعاء، عشان لما بنتكلم على الدور الوطني والقومي للنادي الأهلي اتفرجوا، ده كتاب من الخارجية المصرية اللي بيشير إلى احتضان النادي الأهلي ندوات التوعية بالقضية الفلسطينية في إطار يعني حركة الصهيانة الكبيرة. يعني بعد أن احتضن الثورة المصرية وثورة 19، بعد أن احتضن تمصير الرياضة المصرية، واحتضن شغل فراغ الشباب المصري، لم يتجاهل قضايا الوطن، واحتضن أيضا القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وكان اجتماعاتها يعني مع القيادات من داخل النادي الأهلي. إخواننا اللي له تاريخي يقعد ريحي. اللي له تاريخي يقعد ريحي، دي من المرة اللي فاتت، محدش يقعد جنبك. طيب المنتخب الفلسطيني وقتها طبعا زي كل المناطق، لأنه فلسطين وقتها تحت الاحتلال البريطاني، فالمنتخب الفلسطيني اللي لعب ضد مصر في تصفيات كأس العالم بتاعت 34 كان بيضم عدد من الأجانب، لكن لما اشتدت حركة التهويد وحركة نقل اليهود إلى هذه الأرض العربية بدأت المقاومة العربية المبكرة، فتلقى النادي الأهلي دعوة عشان يروح يلعب في فلسطين
لنصرة الشعب الفلسطيني ضد حركات التهويد. جت الدعوة للنادي الأهلي، حصل شد وجذب كتير إلى أن تلقى الأهلي الدعوة. اتحاد الكرة وقتها، اتحاد المصري بقى، بيرأسه حيدر باشا، محمد حيدر باشا رئيس اتحاد الكرة، رئيس نادي الزمالك اللي هو كان نادي فاروق وقتها، وزير الحربية، رفض فكرة سفر الأهلي إلى فلسطين. أنت عارف إن كان في تردد، يعني حتى قيادات الفلسطينية كانت الأول عايزة تنصح الأهلي ما تلبيش الدعوة، واجتمعوا مع بعض لدراسة هذا الأمر، واستقر الأمر بينهم على ضرورة أن يذهب الأهلي في هذه الدعوة ولتحويلها إلى مناسبة لتجيش الشباب الفلسطيني، وتحويلها إلى مظاهرات داعمة للتنديد بالصهيونية. وهذا ما حدث. يعني قالوا وليه لا، لو الأهلي ما راحش الدنيا مش هيبقى فيها فرص، طب لما الأهلي يروح نحولها إلى مناسبة وطنية تدعم وجهة نظرنا وتخلي العالم يبص علينا، وهو ما تحقق. ولذلك كان الخلاف، يعني هو في الأول الدوافع انتوا هتروحوا ليه، ها؟ لكن بالتنسيق مع القيادات الفلسطينية كانت في الأول مع حل عدم الذهاب، لكن في النهاية قالت لهم لا روحوا هنحولها إلى مناسبة وطنية. وده اللي خلى يمكن بعد كده مختار تيتش لما طلب منه الاعتذار، رغم انه هو يعني ما سافرش، ما احنا صحكناها قبل كده، يعني احنا بس عايزينك ايه تقول الجملة بتاعت مختار تيتش. طيب هنا حيدر باشا رفض سفر الأهلي وصدر قرار بمنع الفريق من السفر. مين في النادي ده على الشاشة؟ قررت لجنة الاتحاد العليا شطب اللاعبين الذين سافروا إلى فلسطين، وقد حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة والعزة، فهمي ويصا بيك وزير الوقاية، محمد حيدر باشا وحسن فهمي رفعت باشا وفؤاد أنور بيك وفؤاد شيرين بيك ومصطفى الخضري بيك وعبد الخالق صفوت بيك والأستاذ يوسف محمد. ده كان في جريدة الأهرام، وهقول لكم تاريخها دلوقتي. ده ما نشر عن القرار. لكن الأهلي لما ليه سافر أو إزاي سافر وفي قرار بحظر السفر؟ هنا كان ده الأهرام في 3 سبتمبر 43، شطب نادي فاروق أنور البشبيش ومحمد جعيصة من عداد فريق كرة القدم لاشتراكهما مع الأفراد الذين سافروا إلى فلسطين. ليه؟ في 2 من الزمالك سافروا معهم. هنا كان رئيس النادي أو نائب رئيس وزير الداخلية ووكيل النادي الأهلي فؤاد باشا سراج الدين، هو وكيل النادي الأهلي ووزير الداخلية، فهو اللي سهل سفر لعبت النادي الأهلي تحت اسم نجوم القاهرة. وأنا فاكر الكابتن عبد المجيد نعمان عليه رحمة الله كان ضمن هذا الفريق اللي كان سافر، وحكى لي مرة وكتب ده في مقالة مهمة في أخبار اليوم، حكى القصة أنه سافروا فوزعوا نفسهم في عربيات القطر الحربي، قال لك ما نركبش مع بعض عشان ما نلفتش النظر، كل عربية يقعد فيها 3-4 بحيث لو حد اتقفش يبقى إيه مش الفريق الباقي كله الباقي ينجو. فسافروا خلسة تحت اسم نجوم القاهرة، لعبوا هناك 5 ماتشات، وكان الهدف لم الشباب الفلسطيني وإشعاره بالخطورة الموقف اللي بيحصل من حركات التهويد. لعب الأهلي هذه المباراة ضد أندية يهودية وعربية، لعب مع نجوم القدس بيتار، منتخب تل أبيب، شباب العرب في حيفا، النادي الإسلامي في حيفا، وفاز عليها كلها. وده الخبر من جريدة إنجليزية، قال الـ NSC الأهلي أو النادي الأهلي راح جولة في فلسطين. وده الخبر NSC Egyptian Tour of Palestine، بقولك The Famous National. النادي الرياضي الشهير في مصر، النادي الأهلي الشهير في مصر. طيب لعب الأهلي هذه المباريات الخمسة
وفاز فيها كلها ولم الناس كلها معاه، ودي الوثيقة الإنجليزية. توقف النشاط الرياضي في النادي الأهلي بسبب إيقاف الفريق، بل إنه اتنين من لعيبة الزمالك سافروا عشان يكملوا العدد، قلت لكم أسمائهم محمد جعيصة وأنور البشبيشي، أم نادي الزمالك بنفسه شطبهم، شطب الاتنين، انتوا ازاي سافرتوا معاهم؟ النادي الأهلي حصل له حيدر باشا قرر شطب كل أفراد فريق الأهلي من سجلات اتحاد الكرة، وتوقف النشاط الكروي في النادي الأهلي لأن الفريق كله تم إيقافه لغاية لما تدخل الوسطاء والعقلاء عشان يعود الأهلي لمسابقات اتحاد الكرة بشرط يقدم اعتذار لحيدر باشا عن مخالفة القرار والسفر إلى فلسطين. هنا جاءت الفرصة لمختار تيتش، وهنا كابتن نعمان يقول لك كابتن مختار تيتش قال لهم علشان النادي ينجو من ده هتروحوا كل واحد يعتذر باسمه الشخص. ولا يذكر اسم النادي الأهلي في اعتذار. اعتذر انا فلان الفلاني عن مخالفة القرار والسفر، يروح يكتب في الديوان هذا الاعتذار، فكلهم راحوا الا مختار تيتش. فطبعا حيدر باشا جن جنونه، ازاي؟ وده الراس الكبيرة، فبعتوا برقية للنادي الأهلي قولوا المختار تيتش لو ما جيتش تعتذر هيتنفذ قرار الشطب عليه، لأنه كان إداري الفريق كمان، هو سكرتير الكورة أو هو المسؤول عنها. فشوفوا عظمة هذا الرمز الأهلاوي الناصع، وهو بيتهدد لو ما جيتش تعتذر هتتشطب خالص، فيبعت لحيدر باشا برقية يقول له لا يشرفني الانتساب للاتحاد أنت رئيسه، ويقول له النادي الأهلي ما سافرش إلا عشان يؤدي دور وطني ومش مطالب بالاعتذار عن أداء دوره الوطني، لكن يقول له بصريح العبارة لا يشرفني الانتساب للاتحاد أنت رئيسه. طبعا بعد كده استمر الإيقاف فترة لغاية لما الأهلي عاد للمشاركة دون تدريب حقيقي، وخسر من فاروق اللي هو الزمالك بستة أهداف، وكتبت الأهرام وقتها إن الأهلي تأثر بإيقاف لاعبيه فترة طويلة، وهكذا كانت هذه الخسارة وسام على صدور لاعبي النادي الأهلي اللي الأهلي بيعاير بيها دلوقتي، الهزيمة المشرفة أخسر مباراة بس أكسب قضية وطنية، ولاقي صداها لغاية النهاردة كله بيقول أنا الأهلي، أنا الأهلي. أنت مين؟ أنا الأهلي. لا حلوة، مش أنت مين؟ أنت ما تكملش ونبي ده تصدق أنا بتضايق من دي ليه؟ أنا الأهلي، أنا مالي ومال غيري، هو ما هو، هو من هو اللي هيقعد في ريحك مين؟ بس أنا اللي عنده تاريخ يقعد ريحي، بس أنا بالنسبة لي بقول للناس أنا طب إيه اللي ريحك يفضل فاضي كتير؟ هيقعد في الأهلي، الأهلي ثم الأهلي بإذن الله. لأن ما هو إحنا لما تيجي تقول لي رد على فلان، طب أنا رد ليه؟ أحيله على التاريخ. انا احيله على التاريخ ده لو بيقرا، ده لو بيقرا هيقرا غصب عنه وهيبات يهرش، لان برضه هي دي دعم القيم والمبادئ والتقاليد والاهلي والخصوصيه، وليه الاهلي متفرد وليه الاهلي قاعد ما بيهموش هزيمه، ما بينفجرش من الفرحه المهووسه او المحمومه، لان هو الاهلي يخسر بتوازن ويكسب بتوازن، لانه الاهلي، الأهلي العظيم اللي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم، هو ده اللي احنا المعنى اللي عايزين الأجيال دي تعيشه. عايز أقول لك صديقك أحمد السعيد الحقيقة بمناسبة برضو أنا الأهلي، أنت مين؟ برضو أنت مين؟ عامل وعشان خاطري ما تضايقنيش. طب بلاش أنت مين؟ ما تصغرش الليلة بقى. عامل الـ 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 العدد اللي أنا بقول لك عليه الوثائقي بشكل فعلا مش عايزين نبان إن احنا يشعر أي حد مش سنوب، احنا مش بنقولش ده عشان ده حد، احنا بنقول الناس عشان تفخر بالنادي الاهلي بس، ده همنا. طيب عامل ايه بقى؟ عامل عدد بقول لك يعني، واحنا بنجهز فيه الماكيت اللي عامله للعدد الوثائقي يا جماعه اللي هيصدر نهايه الشهر ان شاء الله بمناسبه مرور 111 سنه على النادي الاهلي. كميه الرصد والدقه للأهلي بتاريخه ومواقفه، لو لقيت لك غلطة يا إبراهيم ده حتى أنت، يعني حتى أنت ودورك
في قصة نشأة المجلة لحظة بلحظة وحدوتتها بالكامل. ده عدد ممتاز لازم احرص. فنهاية الشهر هتلاقوا مفاجأة الأهلوية بجد. لم يغب الأهلي بدوره الوطني لا عن القضية الفلسطينية ولا حتى عن دعم الحركة الوطنية في مصر في كل العصور، فما بالك حتى في ظل الحروب بعد كده. لأنه هتلاقوا لما حرب 48 اندلعت كان النادي الأهلي حريص على فتح أبوابه وإقامة معسكرات لتدريب الفدائيين وبدء تجيش الشباب للانخراط في المعركة كفدائيين. سقط منهم شهداء وجرحى من النادي الأهلي، لكن كمان الجمعية العمومية للنادي الأهلي عملت لوحة تذكارية خاصة لشهداء الأهلي اللي شاركوا في حرب فلسطين 48، والجمعية العمومية قررت تكريم أبطال معركة الفالوجة اللي خاضوا هذه المعركة الصعبة جدا في إطار حرب 48. لما اندلع العدوان الثلاثي 56 كان النادي الأهلي حاضر يا باشمهندس داعما لكل الحروب وفي 67 أنا استلمت بندقية في صندوق بشحمها ضمن شباب النادي الأهلي، وفتحنا الصناديق ونظفنا البندقية وعلمونا ازاي التعامل معاها. حقيقة طلبوها مننا بعد كام يوم لكن كمان شوف العظمة ان كل الناس رجعت سلاحها. احنا خدناه ما حدش مضى على حاجة، كانت بتتوزع كده في صناديق. ايوه كلنا رجعنا لكن كلنا كنا بنبات في النادي معانا سلاحنا معانا تحت توجيه بعض القيادات والضباط. عارف ديتها يا باشمهندس شارك فيها كام واحد؟ انت ما عدتش يوميها. لما الاهلي فتح ابوابه للتطوع في العدوان الثلاثي 56 على بورسعيد، ده التجمع اللي كان قدام النادي الاهلي. انا في 67 56 ده التجمع اللي كان قدام النادي الاهلي. بلغ عدد اعضاء النادي الاهلي اللي شاركوا في صد العدوان الثلاثي على بورسعيد 544 عضو. ده كان رقم بالنسبه للجمعيه العموميه كبير جدا. تحولت ملاعب الاهلي بقى لمراكز تدريب للفدائيين. ازاي؟ التدريب على حركه المقاومه الشعبيه. سقط منهم من سقط شهداء في مدينه بورسعيد، اقيمت مباراه بين الاهلي والزمالك وقتها خصص اراده لصالح ضحايا وشهداء العدوان الثلاثي. في نكسة 67 5 يونيو اجتاحت الجيوش الصهيونية طبعا سيناء، كان النادي الأهلي بيفتح ملاعبه كلها لتتحول لمراكز تدريب عسكرية. وكتبت صحيفة الأهرام تحت عنوان شباب الأهلي مستعد للمعركة. ده أهي بنشكر دي ده اللي خير وزير الشباب فيه البنادق يزور معسكر التدريب بالنادي الاهلي. بس هو ده اللي انا فاكرها بقى وشاركنا فيها وكان معايا انت اللي انا اللي مرمي على وش ده ومحرم الراغب لا كنا شباب النادي كله الحقيقه. ساهم الاهلي في تدريب الشباب بشكل كبير جدا وفتح معسكرات تدريب في كل ملعبه. في حرب اكتوبر المجيده في 73 واصل النادي الاهلي ممارسه دوره الوطني. طلب من أعضاء النادي في بداية المعركة التبرع بالدم. خلال 24 ساعة في 73 تقدم 8000 عضو من النادي الأهلي للتبرع بالدم. وفي 14 أكتوبر 73 عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا قرر فيه إرسال برقية تأييد للرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهورية وبرقية مماثلة لوزير الحربية، وقرر النادي جمع التبرعات من أعضاء النادي على اختلاف أنواعهم ومستوياتهم ومن المدربين والرياضيين والعمال والموظفين في النادي، وحدد المجلس هذه التبرعات كانت جنيه من العضو العامل أو المنتسب أو من في حكمه، وكانت 50 قرش للعضو الجامعي، وكانت ربع جنيه فقط للعضو الرياضي درجة أولى، وجنيه من المدرب. وتم تشكيل لجنة للإشراف على التطوع للدفاع المدني وعلى جميع مجالات المساهمة. ودي أول صورة النادي الأهلي يرفع اشتراكه جنيها لصالح المجهود الحربي. أيضا إهداء عضوية النادي لأسر الشهداء. النادي الأهلي بيهدي عضويته العاملة لأبناء شهداء حرب أكتوبر وحرب 67. بعد كده هتلاقوا مجلس إدارة النادي الأهلي بيزور
المستشفى لزيارة مستشفى العجوزة ووزع عليهم الهدايا والورود وتمنى لهم الشفاء. الأهلي بيطلب الموافقة على سفر الفريق للخارج للخليج للعب لمصالح المجهود الحربي. وبينظم الأهلي بعد كده يوم للمحاربين في النادي وغير 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 أستاذ إبراهيم. إنما هذا كله في عجالة إن كيف كان الأهلي يلتحم مع أحداث الوطن، وهو ده الذي يتمثل الآن في دعمه ووقوفه خلف مؤسساته في محاربة الإرهاب. الأهلي تاني وتالت ورابع نادي نشأ من رحم الوطنية، ولذلك هو انتزع هذه الصفة ولم يطلق على نفسه. ونستمر معكم في رصد عظمة النادي الأهلي من خلال سرد تاريخه تباعا. ولكن عندنا الأهلي أسسه النبلاء وبشوات العصر، وتلقفه بسطاء الوطن وكل أبنائه. عشان كده فضلت هي دي عبقرية النادي الأهلي، زين النوادي. نسمعها ونرجع بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. ومن صفحات المجد والزهو بالأهلي بقيمته بتاريخه بعطائه بمواقفه التاريخية والوطنية إلى الحاضر المشتبك، إلى الحاضر الإعلامي اللي دائما وأبدا ثنائية الأهلي والزمالك تفرض كل هذا الجدل وهذا الصخب باستمرار. ليه الأهلي بياخد بطولات وأحيانا هو ليه الزمالك ما بياخدش بطولات؟ الزمالك كنادي كبير وشقيق وله كل التقدير والاحترام، ده بالتأكيد من حقه يعالج مشاكله ومن حقه يجمع كل قوته علشان يدافع عن حق جماهيره في الفرحة والسعادة. بس الحقيقة الانشغال الدائم بحذف الطوب على الأهلي أو محاولة التشكيك في بطولات الأهلي مسألة أنا شايفها بتعطل الناس دي كتير قوي، لأنه باستمرار قبل ما بتعالج أخطائك بترمي أخطائك على أي حد تاني. أنا كويس بس هو ده اللي ظالم وده ده اللي خد حاجة مش من حقه. تسأل أي حد، أنا سمعت حد قريب بيقولوا له إزاي الزمالك في الموسم يخرج من كل البطولات ويخسر في دور الـ 32 من فريق بتاع أثيوبيا؟ قال لك طب يعني ما الأهلي خسر من البن الأثيوبي وكأنه ده خلاص مبرر، مع ان الاهلي لما خرج من البن الاثيوبي كان بيكسب اللقب العربي، كان بيلعب بفريق تاني، فريق تاني عشان يمنع نزيف النقاط. يقولوا له ازاي الزمالك يجيب كل اللعيبه دي وما ياخدش بطوله خالص؟ فيقول لك طب ما تشوف مانويل جوزيه جاب كام لاعب للنادي الاهلي. الله، بس خد كام بطوله للنادي الاهلي؟ يعني ده فكره ان انت باستمرار. انا في مقاله كتبتها مؤخرا، فاكر لما جبناها من مجله المصور، كتبتها للمصور للصديق احمد ايوب، كان عامل ملحق ولا زال، فكره ليه الاهلي بطل الدوري دائما. قلت له انا مصنفهم لثلاث اربع قوى: القوه الداعمه، القوه التاريخيه الحاضنه للاهلي، والقوه الفاعله في ادارته ولاعيبته وجمهوره، ثم القوه المتواطئه مع الاهلي. القوه المتواطئه مع الاهلي المنافسين في كل الحقب، كل منافس للأهلي وبالأبرز الزمالك طبعا بحكم الثنائية مش منشغل بإصلاح أخطائه، لا لا لا، منشغل بالتقليل من الأهلي أو محاولة التشكيك في تتويج الأهلي وجدارته. يتقال لك أصله حد برضو من الجمل اتكلم قريب قال لك طب شوف ما تلاقيش أي إعلامي زملكاوي بيتعاقب، الزملكاوي بس اللي بيتعاقبوا، ما فيش إعلامي أهلاوي يتعاقب، وكأنه كابتن أحمد شوبير ما تعاقبش وتبلكت الشاشة بتاعته بقرار من أو بشكوى من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. يعني ده لا يقنع حد عشان حد يتجاوز أو يخطئ. نقولها بقى، هو ملك وكتابة ما توقفش مثلا بقرار غير معلن نتيجة أن صاحب القرار كان زملكاوي الهوى؟ صحيح صحيح. حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت حصلت. فزي ما بقول لكم الناس لو تعالج مشاكلها وظروفها واخطائها لا وضعها هيبقى احسن من كده بكتير جدا، لكن
وبعدين يا اخي في حاجه منطقيه جدا، هو مين في الاعلام الاهلاوي بيتجاوز؟ مين بيقول الفاظ؟ مين بيدخل ناس ويسمح بان الناس تشتم فيه؟ ده احنا في متفرج فاجئنا بخطا قفلنا على الاتصال لحد اليوم بكل 3 اشهر نجيب يوم ولا بتاع من نفسنا، احنا اللي قلنا ما حدش يخش على الهواء، فما تتكلموش لان احنا عندنا ضوابطنا الشخصيه. طيب المهندس عدلي اشار في بدايه الحلقه الى جنود الاهلي، والحقيقه دي شيء يسعدنا جدا كمالك وكتابه له هذه المنهجيه، مش بس انه كل البرامج تحاول تمشي على نفس خطى مالك وكتابه في الرد الموثق بالفيديوهات كنهج مالك وكتابه، لا ده حتى من اسمهم المهندس عدلي جنود الاهلي عبر السوشيال ميديا يكون عندهم هذا الاهتمام وهذه القدره وهذا الفكر وهذه الرغبه وهذا الحماس في ان هم وهذه الدقه ان هم يردوا على كل من يتجاوز ويخطئ ويحاول التقليل من شان وقيمه ونقاء بطولات النادي الاهلي، يردوا عليهم بشكل موثق. عرضنا القيشو قبل كده كان له محاوله هايله جدا وفيها احترافيه عاليه. احمد اسامه واحد من هؤلاء الشبان الاهلاويه المتميزين، وعرضنا له قبل كده احمد اسامه على اليوتيوب عامل نشاط قوي جدا، قذائف اسامه. نشوف احمد اسامه وهو بيجاوب لماذا لا يفوز الزمالك بالبطولات، عارفها ازاي. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. موضوع حلقه النهارده هي الاجابه على السؤال، هو الزمالك ما بياخدش بطولات ليه؟ الزمالك ما بياخدش بطولات ليه؟ طبعا نادي الزمالك بياخد بطولات، ولكن القصد من السؤال هو استمراريه حصول الزمالك على البطولات زي النادي الاهلي. الاجابه على السؤال ده بتفكرني بالاجابه على السؤال التاريخي، ما هي اسباب الحمله الفرنسيه على مصر؟ دايما كانت بتبقى في اسباب معلنه وهي اسباب غير حقيقيه، اما الاسباب الحقيقيه كانت دايما اسباب غير معلنه. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتوجه السؤال ده لجماهير نادي الزمالك، ليه الزمالك مش بياخد بطولات؟ دايما بيكون اسباب الزمالكويه في عدم حصول الزمالك على البطولات هي اسباب غير حقيقيه، وده اللي بيعلنوه، ولكن مع الوقت بيتم اعلان الاسباب الحقيقيه من رموز ومن ابناء نادي الزمالك باعلى معدلات درجات الصراحه ليهم. احنا النهارده جبنا الاسباب دي عشان نستعرضها في الحلقه. اول اسباب اللي بيعلنها جماهير نادي الزمالك او معظم جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك لما تساله هو ليه الزمالك ما بياخدش بطولات، هو التحكيم او الحكام. ودايما بيتصدر لجماهير نادي الزمالك ان اي خطا تحكيمي بيحدث ضد نادي الزمالك بيكون خطا تحكيمي متعمد، مع ان الاصل في الاخطاء التحكيميه او الاساس في الاخطاء التحكيميه انها اخطاء تحكيميه غير متعمده. الحكم بشر بيخطئ ويصيب، لكن اكيد طبعا في اخطاء تحكيميه متعمده، ودي بترجع لسببين، اما ان الحكم بيكون ذو ميول او بيشجع فريق معين فلما بيجي يحكمه بيجامله في المباراه، او ان حكم تاني بيرجح كفه فريق على حساب فريق نتيجه مصلحه شخصيه. لكن السؤال الاهم، هل الزمالك لم يستفيد من التحكيم بانواع مختلفه في تحقيق البطولات؟ حلول بتبقى موجوده. اخذت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده جميله يا كابتن فاروق، ولا واحده سليمه، ولا واحده ضربه جزاء. 5 سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن كابتن فاروق جعفر الجميل، وخمس سنين بيحصل على ضربات جزاء ما فيش فيهم ركله جزاء صحيحه، سواء في الدوري المحلي او البطولات المحليه، وكمان بطوله افريقيا منهم 3 ضربات جزاء كانوا حاسمين جدا في مشوار حصول الزمالك على اول بطوله افريقيه. لكن الحقيقه الاخطاء التحكيميه دي انا بدرجها تحت الاخطاء التحكيميه الغير متعمده، وبنسبها لذكاء اللاعب اللي هو كابتن فاروق جعفر في انه بيخدع الحكم ويلبس المدافعين ركلات جزاء. لكن الفيديو اللي هنشوفه الجاي ده مستحيل يندرج الا تحت الاخطاء التحكيميه المتعمده. كان في حكم لا داعي لاسمه، واحنا في الزمالك، هو كان زملكاوي، كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اوعى في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، قول تعالى تتكلم اقف، والله اقف تقف، يقول لك ايه خش ال 18 اجي نفسك. طبعا الكلام ده كابتن احمد اسامه بيجمعه وانا بحييه، واحنا قلناه، بس احنا لو قلنا احنا نبقى بنكرر. انا عايز بقى ولادنا، يعني ادي احمد وقبليه قيشو، أين أنت يا قيشو؟ أين أنت جمعة؟ أين أنت فارس؟ أين أنت كريم؟
كريم رزق الله، أين أنت، أين أنت غامري؟ الشباب الغاوي يعني يوثق بدقة وموضوعية تبنوا هذه القضايا، وإلا يعني غوغائية السوشيال ميديا اللي هي دي بتظهر أسوأ ما فينا زي ما بتظهر أحسن ما فينا. صحيح. لأنك أنت زي ما يجي يقول لك إيه، أصل في شباب الألترش فيه قلة مندسة، بس بتحرك الأمور. ما تملي الشجاعة بتيجي للجبان في وجوده داخل مجموعة، فما يعمل اللي يعمله محتمي بالمجموعة. صحيح. السوشيال ميديا عاملة كده النهاردة، أي واحد يقدر يفتري ويكذب ويقسم أن عنده الأدلة. ها؟ ولذلك أنا قلت لك إيه، عايز كل واحد عنده دليل على الكلام اللي بيقوله فليتوجه للنائب العام، ولا سأتضامن معه ضد النادي الأهلي. في أكتر من كده حاجة؟ بس بشرط اشتكونا، لو طلع لو طلع مش مظبوط يتحمل. ايوه. لكن انا اوعد، لان احنا هنا عايزين ايه؟ عايزين الحقيقه والله، حتى لو استفاد الاهلي زي ما بيقول بطريقه مش صح، لانه بقى عارفين بالظبط. نشوف بقى احمد اسامه وهو بيعرض اعترافات ميدو نبيل محمود ايه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام، الكابتن ايمن يعني راجل عنده خبره كبيره قوي، الجون بتاع الشوط الاولاني ده عيب في تاريخه، عيب. انا بقول للكابتن رضا البلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي، جون واضح وصريح ما فيهوش اي يعني شك ان هو اوفسايد وقدامه وما فيش حد عامل بلوك عليه. كابتن ايمن فاهم انا بتكلم فيه كويس قوي. وطبعا النتيجه كانت 1-0، والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42-43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه، نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوفسايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش اوفسايد. ودي ميدو بيتكلم وهو كان مدرب لوادي دجله، وازاي بيشتكي من التحكيم والظلم اللي تعرض له في مباراته مع الزمالك. ثم كمان نبيل محمود هو بيحكي عن وقعه انسحاب الزمالك وبيقول جون ما كانش اوفسايد خالص، جون حسام حسن التاني. تعرف ان دي من الوقائع اللي عايزين يخلدوها زي وقعه الكابتن حسن شحاته. كل ما اكلمك التحكيم جنبك يوم الانسحاب. وقبل كده برضو ايمن عبد العزيز في وقع الطرد مركبات. يعني كلها. ورغم كده هتلاقي بعد ما الكلام ده على لسان مهم هتلاقي ناس بكره تضل، لان فكره الالحاح في الكد تحوله الى حقيقه خطيره جدا. نشوف كمان المؤامرة اللي بسببها الزمالك بيخسر بطولات. احنا دايما عندنا في نادي الزمالك عندنا مشكلة نظرية المؤامرة، ان لو انت جامد قوي في مكان تمام، فانت هتوصل بيك الحال ان انت هتعرف تسيطر على الناس كلها، فهتعمل مؤامرة على حد تاني. احنا عندنا كده، دي مشكلة واحنا لازم نعترف بيها. يعني انا اقول لحضرتك مثال بسيط، اول ما جيت كنت المثل اللي موجود بيقولوا ان الاهلي فوق الجميع، صح؟ انا ما كنتش مصدق قوي في دوت، يعني لحد ما قعدت الفتره الكبيره اللي قعدتها في مصر وصدقت واتبسطت بده جدا والله العظيم، ان هم بيفضلوا مصلحه النادي الاهلي على مصالحهم الشخصيه غيرنا. احنا دايما كل واحد بيفكر في مصلحته الاول. الكلام ده ممكن ما يجرحش ناس في الزمالك وانت بتقوله، خاصه ان انت بتعقد مقارنه بين الاهلي والزمالك في نفس الجمله. ما هم الناس عارفين كده، لكن هم بيخبوا بيضحكوا على نفسهم. يعني في عقليات كتيره جدا موجوده داخل نادي الزمالك للاسف، ويؤسفني ان اقول هذا، اتربت على المؤامرات واتربت. عقليات ايه؟ مجالس اداره؟ لا، عقليات ناس جوه النادي. عقليات ناس موجوده جوه النادي، ناس ليها اصوات مهمه جوه النادي. لا معلش، يعني مثلا حد بيشتغل في جهاز فني، حد بيشتغل في جهاز اداري، حد بيشتغل ميكس. يعني 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 في ناس جوه نادي الزمالك ملهاش اي منصب، لكن في نفس الوقت مؤثره بشكل كبير جدا على قرارات كره القدم. في ناس لها منصب، وفي ناس ليها منصب، وفيها ناس بتبحث عن منصب، وفيها ناس بتبحث عن منصب، وفيها ناس بتحاول توقع اللي شغال. فيها حاجات كتيره جدا. مناخ جوه النادي مش صعب. يعني انا قعدت عضو مجلس اداره يا ابوي. انا قعدت 3 شهور يا ابوي يا ابوي. رحت خالي على طول، قعدت دورتين عضو مجلس اداره في وقت من الاوقات الكريم. والله العظيم الترابيزتين في النادي كانوا بيكرهوا بعض. الترابيزات، فالمناخ جوه النادي انا ما اعرفش.
سببه ايه؟ كابتن مدحت دايما يعني عيوب نادي الزمالك كانت بتكون بامانه في 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 يعني سياسه مجلس الاداره او اداره الاداره في الكوره وكده. يعني مواسم عندنا انتخابات، مواسم عندنا مشاكل، مواسم لعيبه عندها تجديد، ما فيش موارد ماليه، يعني كانت حاجات كتير قوي كابتن مدحت مش هنقدر نحصرها يعني. فكنا طبعا بنقابل بالفشل في الاخر يعني بعض المواسم، مش كل المواسم طبعا. يعني في ناس في نادي الزمالك اعداء النجاح. بص يا استاذ امين، احنا الجيل بتاعنا ده اقسم بالله لو كانوا حافظوا عليه كنا قعدنا 10 سنين ناخد كل البطولات اللي في مصر وبره مصر. تقعد فبيتكلموا فبيقول لك لا الجيل ده لازم يسرح لان احنا مش هنعرف نلاحق عليه فلوس عشان البطولات اللي هيجيبها. ده ناس من مجلس الاداره. هو ده مبدا، ده مبدا، ده معقول كده عايزين يدفع فلوس؟ اقسم بالله يا استاذ هاني هذا حصل من ناس في 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 مجلس الاداره واحنا طالعين عشان نعرف المكافاه بتاعتنا هتبقى ايه. لماذا لا يفوز الزمالك بالبطولات؟ هو احنا مش قضيتنا الحقيقه، قضيه الزمالك. واول خطوه للاجابه على السؤال هو انك تسمع الحقيقه وتسمعها من مصادرها. الشباب دول كانوا شباب في وقت ما، هؤلاء النجوم اتربوا على كده، وبعد كده جه كابتن هاني العجيزي قال نفس الكلام. كنا بنكره الاهلي ومربينا على انه هو نادي الدوله ونادي التحكيم، ولما رحنا لما رحت النادي الاهلي لقيت الوضع غير كده لازم، وتقال له نفس الكلام انت مش خايف ومش مكسوف. يا جماعه الحقيقه هي بدايه مواجهه المشاكل والاصلاح. لكن اذا فضلت انك انت بتخسر او ما بتترقاش لان زميلك يعرف المدير والمدام تعرف المدام وتنسى ان هو عامل ماجستير واخد كورس كمبيوتر ومش عارف متخصص في ايه وانت قاعد تشتكي، خليك اشتكي، هو مصلحته كده ومش فارقه معاه انك تشتكي. يعني عندنا ايه تاني؟ تعرف الفرق بين الاهلي والزمالك؟ مين بقى اللي عايز يقوله لنا ده؟ نشوف الفارق بين الاهلي والزمالك. انت رب الاسره، انت رب الاسره. انت عارف الزمالك، انت عارف الزمالك 12 دوري او 13 والاهلي ليه حاجه و30؟ اه عشان كده. خد مننا عشان كده. عشان شغل البلطجه ده. عشان فجوانة دي. عشان ايه يعني رئيس النادي؟ ايه يعني المدير الفني؟ ايه يعني الكابتن اللي معاه؟ هو كده. الناس اللي حواليه اللي موجوده في النادي في حاله وجود نتائج سلبيه هيمسكوا السكينه ويذبحوه لغايه ما يفصلوا راسه، يفصلوا راسه من جسمه. مفيش حدود، مفيش ليميت لاحترام الكيان، مفيش احترام للكيان. وانا بقول لك الكلام ده انا عارف انا بقول لك ايه. طيب. ولاد الاهلي في النتائج السلبيه انا مش عايز النهارده بس نيجي على الاهلي والزمالك لان الماتش فاضل عليه ساعتين. طيب ماشي، انا بقول لك الفرق يعني تمام. الناس عايز تعرف الفرق بين الزمالك والاهلي. الفرق بين الزمالك والاهلي ان ولاد الزمالك لا عايزين ابن الزمالك يمسك ولا عايزين الغريب يمسك، والاجنبي لو مسك لو هو مفيش مصلحه ليه مع معظمهم 80% منهم. لو مفيش مصلحه ليه مع الاجنبي اللي ماسك هيقطع في الراجل لغايه ما يذبحه. ولاد الاهلي بيوصلوا ليميت معين ومرحله معين، لا ستوب، النادي اهم، مسيره النادي اهم، صح ولا لا يا كابتن مجدي؟ دي هي هو ده الفرق. دي الفرق بين الاهلي والزمالك في ايه بقى يا كابتن؟ النادي الاهلي لعبته لو سالته انت بتحب النادي الاهلي؟ اقول لك انا بحب النادي الاهلي. تقول له بتحب ايه تاني؟ يقول لك النادي الاهلي. تحب ايه تالت؟ هيقول لك النادي الاهلي. اسال بقى في الزمالك. بتحب نادي الزمالك؟ يقول لك لا انا بحب نفسي الاول قبل نادي الزمالك. ودي مشكله نادي الزمالك. في الزمالك عشان تنجح محتاج حاجه مهمه جدا. لازم اللعيبه كلهم يكون احتمالات نجاحهم عاليه جدا، والمدرب يكون احتمالات نجاحه عاليه جدا جدا جدا، ولازم الاهلي يكون واقع شويه عشان انت تنجح. طيب في فرق تاني، معالجة المشاكل أو معالجة الأزمات اللي ممكن أي حد يتعرض لها. لغاية دلوقتي أي حد من الأخوة في الزمالك يكلمك على جون حسن شحاتة وكأن التاريخ هو وبنالتي أبو تريك وبنالتي أبو تريك. فلما تيجي تتكلم يا جماعة ما هو موسم 2014-2015 للزمالك خد فيه كل النقط الكتيرة قوي ديت، اتجامل مجاملات في التحكيم لأول لها ولا آخر، عرضنا لها حلقة كاملة ونقدر نعرضها تاني. نعرضها تاني لا، وهنعتبرها أخطاء تحكيمية. بس وانت بتعتبرها أخطاء تحكيمية
يبقى فكر نفسك انت كنت شايف خطأ حسن شحاتة اللي من ربع قرن او نص قرن فات كان ايه؟ جون الكابتن حسن شحاتة في مرمى الاهلي كان صحيح. بس كمان الطوبة بتاعت البلتاجي اللي فتحت وشه ودتك الدوري ماتش الزمالك والمقاولين وتعادت المباراة عشان الزمالك ياخد الدوري، وطوبة عمر عبد الله وغيره وغيره، كل الحاجات دي. الفرق بين الاهلي والزمالك ان الاهلي بيعديها ويشوف غيرها، الزمالك بيقف عندها لغايه دلوقتي ويراها سبب كافي ان الاهلي خد الدوري سنه 2017 2018 عشان اتلغى هدف حسن شحاته. كده اول ما يكلمك يقول لك جول حسن شحاته. طب طب ما هو يعني ذاكره الاهلاويه المشكله خلاص ما عادتش بتعتاد ان هي تقف عند مثل هذه الهنات، وده الفرق الحقيقي الجوهري. انا بتكعبل بس بقوم واكمل. عايز تفضل متكعبل وتفضل تشتكي من الطوبه اللي كعبلتك خليك عندك، ده شأنك انت ودي ثقافتك انت. في نفس السياق على فكره هدف الكابتن حسن شحاته اللي اتلغى، شوف الفرق بين حد بيبكي وحد لا يتباكى. هدف الكابتن حسن شحاته في دوري 82 بعدها بسنتين اتنين فقط، كابتن ربيع ياسين وفي الزمالك يتلغي له هدف صحيح 100%، كان يديلنا الدوري. هذا الهدف اللي اتلغى لكابتن ربيع وضد الزمالك تقريبا الاهلاويه يا عيني ما بيفتكرهوش ومحدش بيتكلم عنه، ولا الكابتن ده. الكابتن ربيع الاسبوع اللي فات بساله قال لي تصدق ان الكابتن محمود عثمان لغايه لما مات كل ما اساله انت لغيت لي الجون ليه يقول لي اسكت يا ولا ويقلبها هزار. الله يرحمه ما عندوش اي اجابه ليه لغى الجون. لكن عشان نقول لكم انه هذا الهدف حلو اسكت يا ولا. والله كابتن ربيع قال لي قال لي كل الكابتن محمود عثمان بقول له انا عايز اعرف بس انت لغيت لي الجون ده ليه يقول لي اسكت يا ولا خلاص من نظام ما تقلبش في. طيب هذا الهدف كان سجله الكابتن ربيع ياسين، كان الزمالك والاهلي متعادلين في 35 نقطة، وكان وقتها ادى الفوز بنقطتين. يعني لو الاهلي فاز بهذه المباراة لو احتسب الهدف كان هيتساوي الاثنين في رصيد 35، لان الزمالك كان متقدم بنقطتين. لو الاهلي خد النقطتين دول بقوا الاثنين 35 و35. هفكركم بالجدول لانه فارق الاهداف كان يدي الاهلي الدوري، الدوري اللي خده الزمالك. وقتها كان فارق الاهداف يحتسب، فارق الاهداف يدي لك البطولة. الزمالك اهو، الزمالك المركز الاول ب 36 نقطة، الاهلي الثاني ب 34 نقطة اهو. بصوا فارق الاهداف، الزمالك كان له 26 هدف وعليه 8 يبقى له كام؟ والاهلي له 30 وعليه 9. 16 و لا ده فارق كبير 21. تخيل كان احتساب هدف الكابتن ربيع ياسين يدلنا الدوري، يديك الدوري، وكان اخر مباراه على فكره ده موسم 83 84، ودي كانت اخر مباراه. عدم احتساب هدف ادى الدوري للزمالك وحرم الاهلي منه، وبقول لكم تقريبا ما حدش بيقف عنده. نفكركم بيه شفت الهدف؟ شفت الهدف وفاكره زي النهارده يعني. وما تقدرش تقول لمحمود عثمان الله يرحمه بس يا ولد بس يا ولد. لكن مفيش حاجه اسمها كده، ايه حكايه مفيش حاجه اسمها كده؟ مش عايز تشوف عمرو اديب؟ والله عايز اشوف مفيش حاجه اسمها كده واختم مع عمرو اديب لو سمحت. طيب ليه مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه؟ سيبنا من اللي فات والبكائيات. جزء من صدام الاهلي والزمالك وجدلوا الفتره اللي فاتت عبد الله السعيد، لدرجة انه الناس في الاعلام بيحسبوا من انجازات الزمالك ان فرغ الاهلي من عبد الله السعيد.
ويدافعوا عن هذا الحق. يقول لك كفايه انه الزمالك مشي عبد الله السعيد. خلاص اذا كان ده هدف زي بعضه، اذا كان هيجيب نتيجه يعني مش قادر افهم انه يبقى الهدف التخريبي هدف او انجاز. الزمالك من حقه يسعى لضم اي لعيبه، ومن حقه برضه يحتفل يعني يا استاذ عبد الله السعيد من الاهلي لما هو ما خدش اللعيب يقول لك ايه كفانا حرمتك منه ماشي. نط على دي بس مفهومه في اطار المنافسه، لكن ما هو غير مفهوم الحقيقه ان الاهلي هيقفل بعد عبد الله السعيد، وانه كل الفضائيات تبقى مهتمه ومهمومه ازاي الاهلي هيعوض غياب عبد الله السعيد، حتى لا نتهم ان احنا ضد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر على الاقل في الموسمين ثلاثه اللي فاتوا. عبد الله السعيد خروجه من النادي الاهلي خساره فنيه كبيره. عبد الله السعيد لاعب ادى للاهلي كتير واخلص كتير وخد اكتر في العلاقه المتبادله، لكن مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها فريق بطولات بياخد الدوري 40 مره وبياخد الرقم القياسي في البطولات على مدار التاريخ هيتوقف على لعبه يا باشمهندس. كده وانا لما كلمت معاك قلت لك ما تيجي نشوف الفقره دي، لان استوقفني الحديث اللي عمله والرساله اللي عملها الكابتن عبد الله سعيد من فنلندا. وكان قال انا مبسوط والمناخ كويس والتدريب كويس والتكتيك كويس، وانا مرتاح جدا للحل ده، وانا عملت بطولات كتير مع النادي الاهلي، وانا يعني هو ما اعتذرش بشكل صريح انما اعتز بالفريق بالفتره بتاعت النادي الاهلي وقال ادعوا لي فيما تبقى لي من مشوار. والحقيقه هو كده مشكلته اتحلت ومش متضايق يعني مرتاح لهذا الحل، واحنا مرتاحين ايضا لهذا الحل عشان ما يعني كان فكره مصلحه المنتخب في بال النادي الاهلي وبياخد القرار، لدرجه الاهلي ما خدش ولا مليم في الشهرين دول. لكن يوم ايه يدوروك على سلبيه، يطلع لك واحد يقول لك ايه طب الاهلي كان هياخد 250 الف دولار على كل لعيب من الاتحاد الدولي، دلوقتي فنلندا هي اللي هتاخد الفلوس دي. يعني برضو المكايده انك انت يا سيدي اعتبرنا اتبرعنا بيهم لمصر لو هذا حقيقي. الله، ده شيء يضيف ولا شيء ياكل مننا؟ صحيح. دي حاجه. النقطه الثانيه ان هل الكابتن عبد الله السعيد بعد خلاص ان وجد ضلاته نفضل احنا في بكائيات هنا وتصوير ان الامر غير قابل للتعويض؟ وده كان في اساس مداخلتي مع الكابتن مدحت شلبي مع الكابتن علي مالك، قلت له ما فيش حد حاجه اسمها ان ما فيش واحد ما تعوضش قبل حتى ما نعرف انه راح الزمالك او ما راحش. الفكره كلها نيمار لما ساب برشلونه يا استاذ ابراهيم كله قال، وبرشلونه عامل موسم زي الزفت السنه اللي فاتت، فيسيبه كمان نيمار يبقى برشلونه هينهار. الوضع ما كانش كده. طب نيمار راح باريس سان جيرمان، حصل حاجه في باريس سان جيرمان؟ لا، ما حصلش حاجه. هل لان نيمار وحش؟ لا، نيمار لعيب مهم جدا جدا، لكن كميته ونجاحه كانت في برشلونه، وهو بيقول لك انا نادم على الخطوه دي. النهارده نفس الشيء، الكابتن عبد الله السعيد وهو اللاعب الذي لا يشق لا غبار كصانع العاب، ما فيش حاجه اسمها احسن لاعب في مصر، كل واحد في مركزه تقدر تقول مين احسن لاعب. لكن كمان الكابتن عبد الله السعيد، فاستوقفني قلت لك ما تبحث لنا نسبه مشاركات الكابتن عبد الله السعيد، وخسرنا كم ماتش وكسبنا كم ماتش معاه ومن غيره، فانت عملت لي احصائيه فاجئتني انا شخصيا. الحقيقه عبد الله السعيد فاز مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا 2012 و2013 وبالسوبر الافريقي 2013 و2014 وفاز ببطوله الكونفدراليه 2014، لعب وفاز مع الاهلي بالدوري اكتر من مره وكاس مصر وكاس السوبر المصري، عاش مع الاهلي فترات توهج عاليه جدا، اعظم لحظات حياته كان لما امير القلوب محمد ابو تريكه جه بطل، الناس تخوفت على مصير مستقبل الفرقه في مركز صانع اللعب، لغايه لما قدر عبد الله السعيد يسد هذا الفراغ بعد فتره ووصلنا لمرحله انه الناس برضه ملوش بديل، افان خرج او اصيب يعني، وبعدين فلغايه لما البديل ياخد فرص ويلعب مؤكد زي ما كابتن حسام البدري قال، يا بتتغير استراتيجيه اللعب او اسلوب اللعب يا بتتغير الافراد، في الحالتين البدائل كتيره وموجوده، لكن مفيش حاجه اسمها الاهلي مش هيعوض لاعب،
ما يبقاش الاهلي ولا اي نادي في العالم ولا فريق بطولات اي فريق كبير اي نادي جاد يا استاذ ابراهيم شغلته ايه؟ انه يعوض اللعيبه اللي بتبطل بالظبط او بتخرج من صفوف. عبد الله سعيد نجح لانه في الاهلي، نجح مع الاهلي وبالاهلي، زمايله نجحوه ونجح بيهم، وهكذا بقيه اللعيبه. عشان على فكره هو قال كده طبعا عشان ما حدش يعتقد ان احنا بنقلل دوره، احنا بنحافظ على مجهود الفريق وحقوق الجهاز الفني اللي بيوجد هذه الفرص لكل هؤلاء اللاعبين. برغم المشاركات الناجحه جدا، الناس لازم تفتكر، وده دفاعا عن قيمه الفريق ارجوكم تاني، لان الناس هتقول ملك وكتابه بيقلل من دور عبد الله اطلاقا. الاهلي خسر مباريات كان عبد الله موجود فيها، الاهلي خسر في الدوري في موسم 2014-2015 وعبد الله ضمن الفريق، وخسر كاس مصر 2015 بعد ما خسر من الزمالك 2-0 بمشاركه عبد الله في المباراه. خسر الاهلي كاس مصر 2016 بعد ما خسر من الزمالك 3-1 وكان عبد الله اللي سجل الهدف. خسر الاهلي السوبر المصري 2016 في ابو ظبي بركلات الترجيح بعد الخساره من الزمالك بعد التعادل في الوقت الاصلي. خسر الاهلي الكونفدراليه 2015-2016 في وجود عبد الله. وخسر دوري ابطال افريقيا 2017 في وجود عبد الله السعيد. خلينا الموسم ده بقى مثل هذه المباريات الاهلي بيخسرها في وجود عبد الله، زي ما كسب في وجود عبد الله. لا في الخساره كان عبد الله هو السبب، ولا في المكسب كان هو لوحده صنع النصر. دافعه عن قيمه الفريق، اي فريق، لا حسام غالي ولا حسام عاشور ولا عبد الله السعيد ولا اي فرد لوحده. هنا قوة الفريق وقوة الجهاز الفني. الله. الأمر يعني يمشي كتير جدا. أستاذ إبراهيم. اتفضل. خلاص. ده لكن هو أنا كان نفسي في الإحصائية الحقيقة مش دي. أنا كنت عايز السنة دي. السنة دي فين يا جماعة؟ مش معقولة يا إخوانا إن إحنا بنتكلم على أزمة حصلت السنة دي وأنا بعد ما أشدت بفريق الإعداد لازم ألومه. أنا كنت متوقع ألاقي قدامي السنة دي الكابتن عبد الله السعيد لعب كم مباراة ونتائجهم إيه؟ وغاب عن كم؟ أنت ما خسرتش مباريات، السنة دي أنت حالتك الفنية كاملة كويسة. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم. إنما التأثير في البطولة لا مش البطولة، أنا عايز أتكلم عن المباراة تحديدا. هما بيقول لك أنا جات لي الفكرة على فكرة إن في سموحة أصل ما حدش قدر يعوض دور عبد الله السعيد. لحد الماتش اللي فات اللي أنت ما دي هتسمعها كتير يا سيدي. عشان ما اسمعهاش كتير لازم احط الناس حقائق تانية. انا السنه دي كابتن عبد الله السعيد غاب كام مباراه؟ مع دي لازم يتقال لي. يعني انا مستغرب الحقيقه، هقولها لكم المره الجايه. انا كنت متصور ان فريق الاعداد هيفهم قصدنا من هذه الفقره. هو تعامل مع البطوله كبطوله. لا مش كبطولة. البطوله احنا البطوله اهم يا استاذ ابراهيم. لا مش البطوله، البطوله دي فريق. وعبد الله السعيد يقدر يقول لك انا جبت لك بطوله ولا انا اقدر اقول له انت خسرتني بطوله. انا عايز اقول له تاثيره على المباريات تحديدا. انت في المباراه الفلانيه كنت موجود ورغم كده خسرناها. طب انت ما كنتش موجود كم مباراه وكسبناها؟ ده كان لازم يتقال ولازم هنقوله برضه، لان طالما النغمه دي موجوده. لا عبد الله السعيد مؤثر طبعا، مؤثر، لكن لوحده لا، لا يمكن يكون لوحده. معلش زي ما اشدت بفريق الاعداد طول الحلقه، هي فكرتهم هم انت فكرتك بتتعامل بوحده واحده. هي الفكره بتاعه الاعداد. انا دي فكرتي انه تعامل مع فريق الاعداد تاثير البطوله. يا استاذ ابراهيم مش فريق الاعداد، احنا عاملين حلقه عشان نناقش هل يمكن تعويضه ولا لا. طب هو السنه دي السنه دي كان نصها مصاب تقريبا، كان نصها. انت رجعت من الامم الافريقيه خسرت السوبر، ده اللي كان قصدي. وخسرت السوبر هو موجود صح. هو ده اللي كنت عايزه. طيب انت بعديها غاب قد ايه؟ بعديها كسبت كم مباراه من غيره؟ ونتائج المباراه دي كانت شكلها ايه؟ طيب بص بقى، الاهلي خرج من دور الثمانيه في 2016. الاهلي في 2017 الاهلي تاهل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، لكنه ما توجش بعد ما خسر من الوداد المغربي في مباراه الاياب بهدف نظيف بعد ما تعادل 1-1. شارك عبد الله السعيد في مباراتي الذهاب والاياب وخسر الاهلي اللقب امام الوداد المغربي. ده الاقوى.
طيب ده اللي انا عايز اقوله. ما هو مكتوب عندك يا باشمهندس. ما هو كويس ده اللي ده في 2016 الاهلي خرج من دور الثمانية بعد ما جه المركز الثالث في مجموعته خلف الوداد وزيسكو يونايتد. عبد الله السعيد شارك اساسي امام زيسكو الزامبي في الجوله الاولى والاهلي خسر 3-2. عبد الله السعيد عاد لتشكيله الاهلي امام زيسكو في مباراه العوده وتعادل الاهلي 2-2 في القاهره وودع الفريق البطوله رسميا في وجود عبد الله السعيد. بس ده اللي اقصده مباراه مباراه. كنت عايز بقى الدوري. انت ما قريتش بس بقيه الورق. لا كنت عايز مش انا ماشي انا السبب. ايوه لا ما هي مكتوبه ماشي عليك. ما هو انا اللي كنت بقرا استاذ ابراهيم اتفضل. انت انا السبب يا جماعه انا اسف. فين الدوري؟ مفيش دوري. الدوري انت السنه دي حالتك احسن كتير حبيبي. انا كنت عايز دي. كنت عايز اقول ان انا لعبت من غيره وقدرت اكمل المشوار. لعبت من غير مؤمن وقدرت اكمل المشوار. لعبت من غير لعيبه كتير وقدرت اكمل المشوار وبنجاح. هو انا مش فكره عبد الله السعيد لوحده. انا عايز اؤسس لمبدا يا استاذ ابراهيم يكون المبدا موجود عند الناس يا جماعه ان الاهلي واسمه. بص الثلاث ماتشات محمود المخبازي بيقول لك الثلاث ماتشات اللي غاب عليهم عبد الله الرجاء والاتحاد والنصر. الاهلي كسب في غياب عبد الله كسب الرجاء 4-1 كسب الاتحاد 2-0 كسب النصر 4-0 4-0 في غياب عبد الله. اذا عوضوا ولا ما عوضوش؟ ده اللي عايز اقوله. عوضوا ولا ما عوضوش؟ عوضوا طبعا. طيب ولما تعادلنا مع الانتاج الحربي كان موجود ولا ما كانش كان موجود. هو ده اللي انا عايز اقوله. دي الرساله. وهذا ليس في بقول عبد الله، بقول ان في الفريق يوميا ما كانش كويس او الفريق يوميا كان كويس. هل عبد الله يمكن تعويضه؟ عبد الله يمكن تعويضه، والكابتن الخطيب تم تعويضه، كابتن صالح تم تعويضه، كابتن ابو تريكه تم تعويضه، كابتن بركات تم تعويضه، مؤمن زكريا تم تعويضه. لو رجعوا لنا هنبقى مبسوطين جدا لانهم اضافات. لكن ان يقال ان الاهلي يعاني، لا الاهلي لا يعاني. الاهلي لا يعاني لانه مفيش فريق بطوله يقف على لاعب، والا ما يبقاش فريق بطوله، يبقى اي حاجه تانية خالص. فالرساله ارجو ان هي تكون واضحه. هذا ليس تقليلا من عبد الله، معلش انا كنت عايز، لكن هذا تعظيم لقيمه الفريق ولدور الجهاز الفني وقدرته دايما وابدا على انه يقدم كل الحلول والبدايل اللي ممكن تنجح باكتر من العناصر اللي كانت موجوده. اتمنى انها تكون وضحت. انت كنت عايز تسمع عمرو اديب؟ لا، وانا قبل ما اسمع عمرو اديب انا متاكد ان هلاقي قيش ورفاق واسامه بعت لنا الاحصائيه دي قبل ما ننام بالليل النهارده. نسمع عمرو اديب. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد او ناس بتشجع برشلونه، الناس بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف يعني ايه؟ تتذوق مرارته شوية وهم يتذوقوا مرارته شوية. ميسي يتضايق حبة، رونالدو يبقى بعافية، صلاح يبقى متضايق كده يعني. إنما المرار ما يشربوش غير الزملكاوية، ده حرام، ده مش عدل أبدا. يعني يجب أن يكون هناك يعني بعض ال إنك تبل ريقك يعني، بس حاجة كده تحسسك إن أنت على حق لبعض الوقت او جزء من الوقت او ربع من الوقت. انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني يعني. مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما حد، لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم، لانك لو اتكلمت اللي هيتعمل فيك غير طبيعي. الزمالك يتغلب عادي جدا، تطلع تقول 3-0 اتغلبنا ليه؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هي الحياة اللي عاملة كده؟ بانتومايم. انما اوعى تفتح بقى، لان لو فتحت بقى انت عارف الزمالك اتغلب وايه يعني؟ بعدين هتشيل وحدش ولا عبد ولا انت عارف. و
ورونا يا ابني الفيديو للمره ال 40. يعني انا الفيديو ده يعني معلش انا عمري ما ادعيت لنفسي حاجه في الاعلام، انتوا عارفين ملياش بصمات يعني، ولكن الفيديو ده من اختراعي ومن اكتشافي، وانا اللي نشرته وانا اللي بذيعه كل مره. بقيت انا وهو صنوان، يعني عنوان انسان تعبان زهقان. نشوف الفيديو. اهلا استاذ احمد. ازيك يا مرجان؟ والله مش مبسوطه سعاده البيت. ليه يا مرجان؟ خليك جنن او زي شويه هز، لو ربنا ادانا شويه هز من اللي بيدي الاهلي بس. عشان الزمالك اتغلب يعني. الركع الفاينل ان شاء الله هناخد الكاس. طب تعالى يا مرجان اسمع، انا عايزك في حاجه مهمه. انا لا ابكي نفسي، انا لا ابكي نفسي، انا قعدت افكر دلوقتي الدعامه دي جات لي منين. انا ما بعيطش على نفسي يا طارق، انا بعيط على اللي بيتعمل فيا. يا شماته نبيل الحلفاوي فيا، ده انا هفتح دلوقتي عليهم عاملين لي حفله. مفيش فايده، مفيش فايده. على اي حال احنا في ختام حلقه رائعه وجميله وممتعه، بس ساعه الواحد يحبك علشان بيسعى للكمال. انا كان نفسي اديكم الرساله كامله عشان تبقوا قدام حضراتكم ياللي متصورين ان الاهلي ممكن يعاني، حتى اذا عانى مباراه او اثنين او ثلاثه سرعان ما يبتكر الحلول ويجد الاشخاص المناسبين. عايز اقول لك انه عبد الله السعيد الاعداد بيقول لي هو غاب من ماتش الاسيوطي اللي كان في فبراير. طيب ما ده اللي عايز اقوله، يعني في 16 فبراير. طب من فبراير بقى خسرنا كام ماتش؟ ولا ماتش. ها ولا ماتش. لا انت السنه دي حتى الماتش بتاعك. طب الماتش بتاع المقاصه كان فيه اللي خسرناه؟ انت خسرت ماتش. كان فيه. انا ما اقدرش احسم لك، لكن يعني اللي انا اقدر اكد عليه انه الاهلي ما بيقفش على لعيب بس كده. ده دي الرساله. ولذلك هقول لكم حاجه، لقد بذل فريق الاعداد كلمه انصاب بس يعني لازم نشد في هذه الحلقه جهدا مميزا ممتعا استمتعت انا شخصيا به، انا استاذ ابراهيم وحضراتكم، واعتقد انكم هتسجلوها وهتشوفوا عظمه الاهلي، هتشوفوا دوره الوطني، هتفخروا بيه زي ما بنفخر بيه، وهتطمنوا عليه ان ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حد اسمه بعد فلان لا رئيس نادي ولا كابتن فريق ولا رمز من الرموز، لان الاهلي يصنع الجميع، يخلصون له فيخلص لهم العطاء المقابل. عظمه الاهلي ليست نتائج، النتائج تاتي من عظمه الاهلي. عظيم يا اهلي، عظيم يا اهلي، حتى وان كان البعض شايف انه معاك شويه هز، بس الهز لا ياتي الا لمن يستحقه. دمتم للاهلي دائما. هو بيقول لي عبد الله سعيد كان موجود في ماتش المقاصه، معلش لازم يعرفوا. على فكره يعني القضيه ما هياش كده خالص. لا القضيه ان تطمنوا لوجود لاعب بيحسم نتيجه ولا غيابه بيحسم نتيجه، انما بيؤدي الى حلاوه ماتش، بيدي فرص اكتر، والفريق بمن حضر. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.